مساء الخير كل الصديقات والأصدقاء. دي الحلقة الثالثة مع أحمد حرقان في رحلته. من سلسلة رحلتي. وكانت الحلقة الأولى كانت البدايات الخروج من القطيع نقدر نقول كده هو. وبعد كده كانت الحلقة الثانية 12 سنة عكس التيار. وبعد كده دي الحلقه الثالثه اللي في الواقع كان في هو اختار ليها اسم الطريق الى تونس وانا اقترحت عليه ان احنا نقول مثلا زي العناوين الكبيره كده يعني من باب السسبنس والتشويق الحته الصحفيه كده هو الهروب الكبير الهروب من مصر الحاجات الهمبكات دي فهو قال لي لا الحقيقه ليه لان هو ما كانش عايز يخرج من مصر ويعني اللي عمله كله لان هو عايز يروح تونس ففي فارق بان انا عايز اروح الحته الفلانيه وممنوع ان انا اروحها من ان انا قررت ان انا اخرج من البلاد لاني لم يعد في الامكان ان انا اعيش فيها طبعا اللي قرر او اللي حابب ان هو يخرج لان في خطر على حياته او هيعيش حياه افضل او يمارس حقوقه الطبيعيه اللي منها حريه الفكر والتعبير الى اخره بشكل افضل ويكون قادر على العطاء بشكل افضل في مكان ثاني لا مانع من ان هو يخرج او حتى نقول ان هو يهرب من القيود دي ما فيهاش مشكله لكن الراجل اراد ان تكون المصطلحات مظبوطه ومعبره عن واقع بلا اي مبالغات او رتوش او محسنات بديعيه من اي نوع فده شيء جميل فاحنا سمينا الحلقه زي ما هو اقترح اللي هو الطريق الى تونس طيب نرحب بصديقنا وصديقي العزيز احمد حلقان يا مساء الفل صديقي اهلا بيك واهلا بكل المشاهدين الاعزاء طيب يعني حتى ابتداء من الاسم الطريق الى تونس وكده هو ونكمل الرحله من حيث وقفنا اخر مره تفضل أم. انا بصراحه كنت مستقر في مدينه الغردقه في مصر وكنت يعني حياتي مستقره بدات يعني تعودت على الوضع بتاعي في ال... كواحد مختلف مع معظم المجتمع وتاقلمت عندي الطريقه اللي بتعامل بيها مع الناس وعندي طريقه بديل بها اموري كنت اتمنعت من الظهور في الاعلام بس كنت بشتغل من خلال اليوتيوب يعني آه و... ما... ما يعني ما كنتش بفكر في السفر كنت بفكر في الاستقرار في في مصر وكنت مبسوط ان انا برضو بقدر اتكلم مع الناس من خلال اليوتيوب وده يعني بي... بيساهم في التغيير وكده انا كنت راضي نفسيا ان انا كده مبسوط يعني آه... لحد ما اتعرفت على امراه من تونس هي اتعرفت عليا عن طريق الفيسبوك وتكلمنا مع بعض و يعني كاصدقاء لحد ما هي صرحتني بان يعني عندها مشاعر من ناحيتي وكده واتفقنا ان احنا نتقابل في مصر نتعرف تقابلنا في الغردقه وتقابلنا برضو في ال... يعني في اسكندريه برده عشان خاطر تتعرف على اهلي كان يعني فكرنا ان احنا برضو ايه نـ يعني نتجوز بصراحه لان في البلاد بتاعتنا مفيش علاقه هتنجح الا اذا كانت تحت اطار الزواج صعب جدا ان اي علاقه تنجح من غير خارج اطار الزواج يعني الزواج عندنا امر محسو محتوم يعني يعني مجرد الشخص يتعرف على امراه في في بلادنا اذا قرروا ان هم يكون ما بينهم حاجه لازم يفكروا في الزواج. دي دي نقطه كلمت فيها كتير دي نقطه سلبيه جدا والأسباب كتير بس مش وقتها يعني دلوقتي. لكن احنا فكرنا ان ده ضروري عشان نقدر نعيش مع بعض. كانت عندها مشكله ان هي ما تقدرش تعيش في مصر لاسباب قهريه يعني. فكان لازم انا اسافر تونس. انا كان المساله مساله ان انا اسافر تونس كانت بالنسبه لي مش صعبه من ناحيه ان انا احب بعيد عن اهلي وكده لان انا اقدر ازورهم في اي وقت المسافه مش بعيده يعني الطيران مش بعيده فكانت بالنسبه لي فكره مش بطاله واعيش ما بين مصر وتونس يعني لكن كان عندي مشكله المنع من السفر دي انا ما مش عارف اذا كنت ممنوع ولا لا اصلا مش متاكد بس كل ما اروح المطار كنت برجع يرجعوني فانا كان لازم احل المشكله دي الاول وانا من قبل ما اتعرف عليها يعني من اول ما اتعرفنا على بعض انا قلت لها قلت لها ان انا عندي مشكله في النقطه دي وخايف جدا آآ آآ ما نعرفش ما ما نكمل يعني نتقابل ونتعلق ببعض بس ما نعرفش نكمل علشان الموضوع ده فهي قالت لي أوكي هي متفهمة الخوف وكده بتاعي لكن بعد أيام رجعنا نتكلم تاني و... ونفكر يعني هي قالت لي إحنا ممكن نتجاوز الصعوبات دي طالما إحنا ما بينا حاجة يعني مشاعر أو كده ممكن نشوف حل للموضوع دوت المهم نتقابل ونشوف المهم أنا كلمت ناس من معارفي لهم يعني وزن في البلد على أساس إن هما يعني الناس حتى اللي حكيت لك عليهم كمان دول يعني الحبيب علي الجفري يعني انا كلمته اسامه الازهري كلمت ناس يعني برضه ليهم نفوز او كده ان هم يعني شوفوا الموضوع ده يعني انا ليه ممنوع وطلبوا مني مثلا كلهم يعني طلبوا مني نبعث لهم صوره الجواز السفر والتاشيره والحاجات دي بتاعت بعد كده التاشيره لما خدت يعني التاشيره بتاعة تونس تاشيره زياره عائليه أه عملها لي يعني والد هذه السيدة اللي أنا كنت هتزوجها يعني وأنا أه كنت بعتبرها زوجتي يعني أنا كنت بقول زوجتي دائما أنا بتكلم بصيغة زوجتي لأن يعني المفهوم الزواج عند عند الأمة بتاعتنا أو المتدينين أو المسلمين هو اثنين قرروا ان هم يعيشوا مع بعض ويعملوا يمارسوا الحب مع بعض من الاخر ويخلفوا عيال فاحنا اذا مارسنا الحب مع بعض فاحنا بقينا ازواج بالمفهوم ده يعني ما يعني طالما هم ما بيفهموش يعني ايه شريكه ما يفهموش الا زوجه فانا كنت عشان كده بستخدم مصطلح احنا متجوزين عشان ما حدش يقول لي الجواز ما كملش مثلا هو الجواز ما كملش في تونس لان يعني كان في تاخير في اجراءات الزواج بسبب ان انا كان وضعي هناك طالب لجوء لما رحت بالطريقه اللي انا رحت بيها دي بعد كده فلما كان وضعي طالب لجوء كان ورقي لازم يبقى يتقدم للامم المتحده اللي هي مفوضيه اللاجئين وهي تدي تدي وثيقه معينه لوزاره العدل في تونس تقول لهم ان ده طالب لجوء ما هوش يقدر يروح يجيب الاوراق المطلوبه من السفاره المصريه لان كان مطلوب من حاجات معينه من السفاره المصريه حاجات تبقى موثقه يعني حاجات تبقى يعني حاجات ليها علاقه بالقيد العائلي والحاجات دي على كل حال انا بوضح الحاجات دي علشان في ناس كتير بيخطر في بالها يعني اسئله كتير حوالين موضوع الزواج ده تحديدا خصوصا ان بعد كده الزواج ده ما استمرش للاسف يعني أه وفي ناس بتسال اذا كنت انت عملت الرحله دي كلها وما يعني بتستغرب ان انا عملت رحله مكلفه يعني كنت هخسر فيها حياتي وبعد كده يحصل الانفصال مثلا فانا برضه هتكلم عن النقطه دي وهتكلم ايه ممكن يحصل الانفصال بعد اذنك يعني لو كان في وقت يعني. أه أه على كل حال الناس ديت اللي انا كلمتهم كلهم قالوا لي وعدوني خير يعني لا ابشر وده وكده و... وفي منهم اللي قال لي سافر انطلق خلاص الموضوع ده مش اصلا انت ما عندكش ما حاجه وانا كلمنا ما فيش حد هيمنعك المهم ان انا كنت رايح المطار في يوم 28 اكتوبر علشان اسافر وكان مقرر بعديها ان تحصل حفله زي حفله خطوبه كده او كده وفي... في تونس بعديها كنت انا مسافر يوم الاربعاء وكان المفروض ان يوم السبت يحصل حفله عائليه كده لكن قلت آه... المطار وناس كانت مستنياني في تونس في المطار و... في المطار انا اتمنعت من السفر الظابط كالعاده الظابط بتاع ختم الجوازات قال لي اتفضل اقعد استريح على جنب فقلت له اوكي جابته على الامن الوطني واتحطيت في الحجز والطياره فاتت طبعا كالعاده و ده بعد ما الشنط بتاعتي كمان راحت الطياره يعني وقال لي بعد كده طلبني الظابط اتنين ظباط قاعدين في المكتب كده فالظابط بيستعبط في امه بيقول لي ها اتكلم فقلت له أنا, انا 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 بستفسر انا عايز اجابات مش مش, مش, مش عايز مش توجه اسئله انا ليه ممنوع من السفر؟ فطبعا زعق بقى وشتم وقال لي انت انت وقعت مع الشخص الغلط انت كده و... وقعد بقى ايه مش عارف ما انا مش فاهم حاجه فقلت له ايه انا 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 قلت لحضرتك اللي انا اعرفها انا ما... انا دلوقتي عايز اعرف انا ليه ممنوع من السفر انا كذا 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 المفروض اسافر كذا كذا قعد ياخد مني شويه معلومات كان دي ثالث مره يضيع عليا الطياره يعني بس دي كانت اسوا مره فيهم لان اكتر حجزوني فتره اطول وكان فيها ظابط غلس اللي هو الظابط ده واخد مني معلومات وحاجات من واخد مني اسم يعني خطيبتي تاريخ ميلادها معرفش ليه تفاصيل آآ كل التفاصيل اخدها واخد مني التليفون طبعا واخد مني الباسورد كمان وقال لي ما تخافش مش هتطلع على صوري المهم بعد شويه كام ساعه كده كله أت... أه... ده خارج القانون تاني من الحاجز طلبوا مني ان انا اقعد مع اثنين ضباط تانيين غير الاولانيين قعدت معاهم أه... كانوا الطف يعني وكده والتاني كان فاهم الضابط التاني يبدو ان هم منظمينها كده سريره وال... والطيب او حاجه زي كده ما اعرفش يعني يكلموني وقالوا لي انت أه... اوكي أه... انت ما مع... عندناش مشكله معاك لكن انت مش هتقدر تسافر فقلت لهم ليه؟ قالوا لي احنا ما نعرفش. فقلت لهم امال مين يعرف؟ قالوا لي انت لو عندك مشكله مع الامن الوطني في ال... في اسكندريه فانت رجع للامن الوطني في البلد اللي انت عايش فيها. فقلت له طب انا دلوقتي عندي كذا ومرتبط ب... ب... بفرح وكلام من ده قال لي وللاسف ما فيش حل غير ان هي تيجي تعيش معاك في مصر. ما عندكش حل غير كده. فقلت له واذا ما كانش عندها يعني لاسباب قهريه ما تقدرش ترجع تعيش في مصر. قال لي انا ما بقدرش اعمل لك حاجه قال لي رجعت اسكندريه رحت الامن الوطني طردوني من هناك رحت تاني طردوني برضو فضلت اروح لحد ما اعطوني ميعاد قال لي يوم بعد صلاه الجمعه يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه تعالى والظابط فلان اسال على الظابط فلان رحت قعدت كذا ساعه استنى في الظابط فلان بعد كده طلبوني من الاستقبال هناك يعني كنت قاعد في الاستقبال في الامن الوطني طلبني كده وراح جاي كرشني الراجل بره قال لي فقلت له عندي ميعاد مع الظابط قال لي قال لي اطلع بره فاعلنت ان انا مضرب عن الطعام انا مضرب عن الطعام لحد ما يسمح لي بالسفر فكانت تجربه الاجراء الاضراب عن الطعام دي تجربه صعبه جدا جدا يعني لانها كانت في البيت وفي وسط اهلي وده في مشقه عليهم نفسيه كبيره يعني ومش عارف اذا كان ده قرار صح ولا غلط اللي انا اخدته موضوع الاضراب عن الطعام يعني لحد دلوقتي يعني ما اقدرش اقول ان هو كان صح يعني كنت ممكن اموت وهم كان هيرتاحوا لو انا كنت مت يرتاحوا مني يخلصوا مني يعني يعني ما كانش حد هيستفيد من الموضوع ده حاجه وهم ما كانوا مبسوطين على ما يبدو موضوع الاضراب عن الطعام ده يعني كانوا عايزين يكمل في البيت كده مضرب على الطعام وخلاص حتى بعتوا ناس من الشرطه جت البيت تسال على معلومات عننا وكده قالوا ده عشان بعد كده يعني يعني لو الاسره دي محتاجه مساعده من الدوله بعد ما انا اموت بسبب الاضراب عن الطعام هم عندهم استعداد ان هم يساعدوها فطبعا هو اهلي كرشوم قالوا لهم يعني احنا مش محتاجين حاجه من حد آه... ايه يساعدوهم ازاي يعني؟ ايه؟ يعني ازاي الامور البايخه دي بتتقدم يعني؟ آه تخيل يعني احنا مش محتاجين حاجة احنا قلنا كويسة وكله تمام وقال لهم روحوا يعني ساعتها حد من عيلتي يعني قال لهم قريب لينا يعني قال لهم في ناس غلابة أولى بالمساعدة دي لو الدولة بتساعد تروح تساعدهم يعني احنا فهم كانوا مرتاحين بفكرة ال... الإضراب عن الطعام دي إلا أن لما رحت المستشفى تعبت وأمي طلبت لي الإسعاف ورحت المستشفى هناك جاء الامن الوطني في المستشفى طبعا راح جو المستشفى طبعا بال بالزيطه والزفه بتاعتهم واهانوني في المستشفى يعني الضابط طلبني في المستشفى من ال... انا كنت قاعد بعمل التحاليل المفروض كنت باخد اخد محاليل وحاجات زي كده وعلاج فالضابط طلب منهم ان هم يوقفوا الموضوع دوت ويودوني لغرفة بتاعت المدير وهو كان مستنين هناك رحت غرفه المدير متعبان فالمدير مدير المستشفى بيقول لي اتفضل اقعد يعني او كده فالظابط قال له لا قال لي اقعد هنا على الارض على البلاط قدامي وقعد هو على كرسي قدامي كده في المستشفى وقعدت انا على البلاط قال لي انت بقى عامل فيها دكر قلت له انا انا ممنوع من السفر من غير مسوق قانوني و... ومش عارف ليه قال لي هتعرف هتعرف ليه خدوه على ال على ال بيأمر بقى مين بيأمر الاسم ظباط الشرطه العاديين مأمور الاسم نفسه كان موجود قال له هو ظابط بس الظاهر عليه رتبه كبيره بس لابس ملكي طبعا ما اعرفش رتبته ايه بيامر مامور اسم الرمل يعني في, اسكندريه بيقول له خدوه على على الاسم حطه في الحجز ويعرضوه على النيابه ووجهوا ليه تهمه اعاقه سير العمل داخل المستشفى. و و و فمدير المستشفى تقريبا او الطبيب كان موجود قال له هو المفروض في علاج لازم ياخده وكلام من ده. فما ردش عليه بص كده وقال لي انت هتعرف انت ليه ممنوع من السفر وسابني ومشي. ااا ده كان بعد كام يوم اضراب قعدت جامد لان انا كنت ده كان بعد كام يوم اضراب المكان مكان ل... ل... لانسان يعني انت مش سامعني ولا ايه؟ مكان لانسان الحجز بتاع الجنائيين اه كله دخان ومفيش مكان لحد لح... يعني انا ما بعرفش انام ولا اقعد ولا اي حاجه كنت واقف على رجل واحده عشان مفيش مكان لرجل الثانيه حرفيا من غير اي مبالغه انا مش ببالغ ولا ذرة مبالغة الناس نايمة في بالسيف على جنبها علشان ما فيش مكان يناموا على ظهرهم مرصوصين بالسيف زي سردين زي علبة التونة لو ما فيش مكان للواحد ان هو ينام على ظهره لو كل واحد نام على ظهره مش هتقديهم الزنزانة الحبس وكلهم في الوضع ده ومع ذلك بيدخنوا وفي مجرمين بقى كبار في في البتاع ده ماسكين الليله دي كلها عاملين نفسهم مربع كده في الاخر في شويه براح اكتر قاعدين يدخنوا ويعملوا حاجات غريبه زي حشيش وحاجات زي كده في ازايز بلاستيك عاملينها بطريقه معينه وبيولعوا تحتها بطريقه معينه حاجه قذره جدا. ودول اللي ماسكين المكان وانت ما تقدرش تطالب بان هم مثلا يوسعوا لبقيه الناس علشان خاطر انا اعرف حتى احط رجلي الثانيه حتى. عايز اقول لك فضلت واقف لحد ما انهارت يغمى عليا ما قدرتش اكمل. وطلبوا لي الاسعاف طبعا وفي الاسعاف تقريبا هو الغشيم بتاع عربيه الاسعاف كان كان ميت او ايه فقعد يضغط على القفص الحته دي بقت زرقاء كلها من كتر ما قعد يضغط على على المنطقه دي مامور الاسم قال لهم دول البيت انا ما مش ها مش ها مش عايز يموت عندي على كل حال انا اتعرضت على النيابه و وكيل النيابه قال لي انت انت لازم تغير, تغير يعني فكره الاضراب دي لانك انت لما هتتعب وتروح المستشفى هيجيبوك حي... تاني هنا عندي تاني هتتحط في الحاجز وهتيجي عندي وهتروح المستشفى بعد ما افرج انا عندك هتروح المستشفى وترجع لي تاني وهكذا فانت ما قدمكش حل غير انت تشوف طريقه قانونيه تاخد بيها حقك انا اسف انت انت كنت بتتكلم يا استاذ ارنست اه لا ولا يهمك بس هو انا كنت حابب اعرف انت قعدت كام يوم إضراب في البيت وحالتك وصلت لايه وصلت المستشفى بعد كام يوم من المستشفى جالك ال الرتبه دي وحصل الحوار ده اه انا انا مثلا انا قعدت حوالي اسبوعين وبعدين رحت المستشفى كنت ممتنع عن الطعام لكن بس بتشرب كنت بشرب سوائل وكنت بشرب محلول ملح ده. محلول اه في قصاير وكده ولا في حاجات فيها سكر ولا؟ لا لا اه, <applause> آه. آه. كنت بشرب محلول بتاع معالجه الجفاف. اه اه يعني هو بيقول لك في الاخر ان شوف طريقه قانونيه تحل بها مشاكلك وكان اللي بيحصل معك ده كله ده قانوني مم. كان اللي بيحصل قانوني اه. انا انا فعلا شفت طريقه قانونيه مش ما شفتش انا شفت طريقه قانونيه اه. لكن لكن المحكمه زي ما انا قلت في الحلقه اللي ما انصفتنيش يعني ما انصفتنيش اه. للاسف يعني المهم انا اه. لما حتى عملت لايف حكيت فيه التجربه بتاعت المستشفى ديت و... المهم انا فضلت مضرب لحد ما فوجئت ان في شباب نظموا وقفه كمان التضامن معايا واعتقلوهم شباب صغيرين خالص وانا كنت قلت ألف مره محدش يعمل اي حاجه زي كده من داخل مصر اللي عايز يتضامن معايا يتضامن من بره هم بره مصر ونظموا وقفه تضامن معايا قدام السفاره المصريه في فرنسا في باريس وفي برلين وفي تونس ثلاث عواصم لكن داخل مصر انا عارف ان ده خطر جدا فانا قلت محدش يعمل كده حتى الشباب اللي هم عملوا الوقفه دي خبوا الكلام ده عليا عشان معرفش يعني لدرجه انا ما اي حاجه بتا... منشور ليهم بيدعوا لل... للوقفه دي آه خالص انا ما شفتش غير المنشور لب... لب... ل... ل... لتعال اللي اللي بت... بتاع المنظمه بتاع حقوق الانسان اللي بتعرض فيه مشكلتهم ان تم القبض على كذا وفي واقفه في اسكندريه في على الكورنيش فده أكتر حاجه دمرتني يعني اذتني نفسيا جدا لان لان انا عارف ان دول اتبهدلوا يعني عارف ان دول اتبهدلوا واهلهم اتبهدلوا كلهم بقوا أو... بصيبه وما كانش المفروض يحصل ده ابدا قعدت بقى اعمل بثوث واقول لهم تعالوا اعتقلوني انا طلعوا الشباب دول أه اللي عايز مني حاجه تعالوا عتخلوني. اعملوا فيها اللي أنت عايزينه ولا عبروني يعني هم ولا عبروني اللي قعدت استفز فيهم واشتم حتى شتمت بقى رئيس الجمهوريه وشتمت عايز اعمل اي حاجه تعالوا بقى حلوا مشكلتكم معايا انا طيب كنت يائس جدا الصراحه يعني في الفتره دي وطلبت من الناس ان هي تعمل اضراب عن الطعام بره مصر كمان تضامن مع الشباب دول لحد ما يطلعوا بعديها بفترة بعديها بفترة الكلام ده أخذ شهر أنا الإضراب أخذ شهرين سبعة وخمسين يوم بعديها بفترة أفرجوا عن الشباب دول موضوع تاني حصل أثناء الإضراب ده في آخر أيام الإضراب يعني الطعام أنا فكرت إن أنا أخرج من مصر بقى بطريقة غير شرعية طبعا انا انا ما ان حد يخرج من بلده بطريقه غير شرعيه ابدا يعني يعني بس برضه اتمنى ان برضه دي نقطه مهمه لفت لفت نظري ليها احد الاصدقاء النهارده كان بيكلمني يعني قال لي ان الناس المفروض كل الناس من حقها ان هي تسافر لاي مكان في العالم يعني ان الناس دي شبه ممنوعين من السفر عشان فقراء في بلادنا هم شبه ممنوعين في السفر التاشيرات بتد... بالدول الأغنية بس الدول المتحضره بتدي تاشيرات الأغنية بس فالناس دولت في منع طبقي ليهم من السفر لان معظم دول العالم ما يقدروش ليها فبرضه هما نفس المظلمه يعني هما في نفس المظلمه هما شبه ممنوعين السفر بس, بس يعني باوامر سياديه من دول ثانيه ليها حق انها تتحكم في سيادتها على بلادها وتدخل مين وتدخلش مين يعني بس انا ما اتمناش برضو ان حد يعني اتمناش ان حد يضطر ان هو يسافر بالطريقه اللي انا سافرت بيها دي ابدا يعني. انا فكرت ان انا اسافر بالطريقه دي والهمتني كتير من التعليقات للاصدقاء خصوصا السوريين اللي هم قالوا ان احنا مشينا كتير عبر الحدود واحنا بنمشي يعني بنمشي بنعدي الحدود وكده. ففكرت ان انا لو عملت كده فكرت في ليبيا في ان انا اتجه لليبيا وقررت فعلا ان انا اروح اعمل يعني حاجه استطلع كده واشوف عن طريق سيوه وكده بس انا حسبتها لقيت ان في خطر كبير جدا من ناحيه ليبيا ان ان انا لما اتعرف مثلا او لو اتعرف شخصي هناك في خطر شديد من القبائل وخطر كده لقيت ان السودان الطف بكتير بالنسبه لي في الوقت ده فقررت ان انا اروح بدل ما اروح سيوه واشوف الناس بتهرب او ان انا اروح السلوم واعدي الحدود ان انا اروح لاقصى الجنوب اقصى مدينه في الجنوب المصري واشوف واشوف ازاي ممكن اوصل لاقرب مدينه ليها اللي هي حلفه وكانت مدينه ابو سمبل شفتها على جوجل ماب تحديدا يعني انا ما اتكلمتش حد خالص لان مراقب يعني وبالنسبه لي انا مش عاوز حد يقرا فسبت الموبايل بتاعي في البيت خرجت من غير ما اقول لحد خالص ولا من اهلي ولا اي حاجه خرجت الصبح سبت الموبايل في البيت ورحت وكنت لسه مضرب عن الطعام ساعتها رحت ابو سنبل دي وقضيت هناك طول الليل انا على ضفه البحيره كده لحد الصبح ااا أه 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 بتمشى وبشوف و... الصبح قعدت اراقب بشوف اقرب حته ممكن اعدي منها هل ممكن اعدي البحيره دي سباحه للناحيه الثانيه حاجات من هذا القبيل، مهم ان دي كانت أول مرة أروح فيها المدينة دي أبو سنبل للغرض ده، وفكرت كتير وأنا راجع في الطريق أعمل إيه في موضوع الإضراب ده؟ لأن أنا كده لو فضلت مضرب عن الطعام بهذا الشكل يعني أمي مش حت... مش حت... مش هتستحمل، حت... هو ما حدش هيستحمل يعني حاجة صعبة، بقى الوضع بقى بدأ يبقى سيء جدًا، أنا يعني بقيت ما بقدرش أقف على رجلي، ما بقدرش أنا يعني ببقى بقى... في... ماشي في الشارع أو حتى في السفر ده ب... ب... بدوخ وبتعب فبقعد على الرصيف فقلت بقى ايه الحل ان انا آ... يعني آ... جات لي للزه... جت في ذهني بقى فكره ان انا اعمل اعلق الاضراب على الطعام قلت ان انا هعلق الاضراب على الطعام ده لحد ما هم يجوا لحد ما هم يجوا ياخدوني واكمل اضراب عندهم في السجن ما قلتش بقى لحد ما انا آ... اسافر او الاقي طريقه في السفر او كده يعني قلت في ساعتها انا كتبت بوست اقول انا على الاضراب لحد ما هم بياخدوني وبعدين بدات افكر بقى بكل طاقتي ان انا أستعد لياقتي البدنيه علشان خاطر الرحله دي يعني فكنت ب بروح بقى الجيم واروح البحر كنت بروح البحر كنت بقعد اسبح في البحر احيانا بالساعات طويله يعني قلت برضو انا ما اعرفش البحيره دي ممكن احتاج ان انا اعديها سباحه او كده بحيره ناصر فكنت بقعد احيانا 8 ساعات اعوم متواصل كنت كنت بنزل من من لوران في اسكندريه ادخل جوه خالص جوه البحر خالص واعمل زي حرف يو معكوسه كده واطلع من ميامي قرب العصافره اطلع من جزيره ميامي في البحر وكان كنت بقى كنت بعوم بالساعات اللي كان يجي احيانا كان الصيادين بالليل يفوق بيا في وسط الميه كده كان احيانا بيتفزعوا يفكروني جنه ولا حاجه ايه اللي جابوا هنا ده وجاي ازاي؟ واحد ماشي جوه بعيد كنت بعوم مسافات صراحة طويلة كنت بدرب نفسي على كده لأن لما رحت أبو سمبل دي لقيت البحيرة دي عريضة جدا. كنت خايف برضو من التماسيح لأني شفت تمساح لما رحت أبو, أبو سمبل. فخفت فخفت فأنا بس أنا كنت بتدرب لكل حاجة يعني. كنت بتدرب لكل حاجة. استعدت لياقتي وتأكدت من رفض المحكمة ليا وبعدين لما صدر رفض المحكمة سافرت على طول. لما تأكدت إن المحكمة رفضت الموضوع ده خدت بعضي بقى ورحت ابو سمبل تاني بقى. المره دي بقى عديت البحيره في مركب صيد مستخبي في مركب صيد على واحد بيصطاد عادي وعداني. قول بس اه بس انت قبل موضوع الـ انك انت تبدا السفر بالطريقه دي كنت اعلنت اسلامك وتوبتك. اه انا انا اعلنت اسلامي دي قبل دي ما نوصل دي. ازاي اه نسيت آه. اه انا اصلا آه... آه... يعني قررت ان انا اعلن اسلامي لان لان انا كنت احقق لأسباب كتير منها ان كان في ضغط جامد عليا جدا يعني مره مروح البيت لقيت ناس تحت البيت شباب صايع كده معرفش منين ناس غريبه وحاولوا تحتك بيا وانت اللي سبت الـ... انت اللي سبت الاسلام وانت ليه ملحد والكلام ده وحاولوا يتعاركوا معايا يعني فخفت ان يكون حد زيهم عليا من المخبرين او الامن او كده ودي كانت اول مره تحصل ان حد في منطقتي يعمل كده يعني ناس غريبه واقفه تحت البيت فانا قلت لهم لا ده انا رجعت للاسلام انا رجعت للاسلام والكلام ده ومن طب الله عليه الكلام ده كان زمان فانا رجعت للاسلام قدام الناس بقى كلها عشان ما حدش ياذيني بقى وجيراني موجودين خلاص بقى ما حدش يدعوا بيه رجع الاسلام عايزين من وطلعت بقى الفكره جت في ذهني بقى قلت طب ما انا اعمل كده فعلا اقول انا رجعت الاسلام ويبقى كده حليت المشكله اللي انا خايف دايما منها اللي هي ان انا وانا في الطريق لو جماعه من الناس الارهابيين او المتطرفين دول اتعرف ان ده احمد حرقان فده فرصه ان هو يصفيني لان انا هبقى ماشي في اماكن اصلا انا بتعمد امشي في اماكن ما فيهاش الحكومه ما فيهاش شرطه لان الشرطه انا خايف منهم اساسا عشان ما يمسكني انا متسلل فانا بهرب منهم والتانيين ودي طبيعي ان انا هلاقي ناس اتفضل لو ما فيش الشرطه ففي جماعات اسلاميه لا هي الشرطه انا بهرب من الشرطه الشرطه مش خايف الشرطه خايف منها تعتقلني بس الجماعات الاسلاميه هتبقى موجوده في الاماكن اللي ما فيهاش الشرطه بالظبط ما ده اللي انا بقوله ف اه وده حصل ده حصل يعني انا كنت عديت على اماكن كان فيها جيوب لداعش واماكن فيها نفوذ لبوكو حرام جماعه بوكو حرام في افريقيا ف و... وفوجئت ان هم مشهورين ولهم نفوذ في مناجم الذهب وانا عديت على الاماكن دي فانا كنت انا كنت حاطط في دماغي ان انا ممكن ابقى عرضه للناس دي وخلاص يعني انا ساعتها مش هيرحموني وده حصل بالمناسبه يعني ده حصل وفعلا انقذتني الفيديوهات دي ده دول اخطر من الحكومه لان يعني البوليس ممكن يرجعك لكن دول هيبحوك هي 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 اه فانا لما اعلنت الاسلام بتاعي وقفلت وبعدين قلت ايه قلت انا انا حذفت كل مقاطعي على اليوتيوب رغم وقلت سبت رسائل انا كتير على الفيسبوك في الفتره دي لاصدقاء اللادينيين عشان يفهموا ان هي مناوره يعني كنت بقول كلام يبين الحكايه دي اولا من الرسائل اللي انا كنت بوجهها ان انا دايما بستخدم حاجات غامضه تعبير غامضه ما يفهمهاش غير اللادينيين زي مثلا في الموقف ده وهقول لك على امثله تانية بس انا كنت بتعمد كده يعني انا بعول على الذكاء اللادينيين يعني انا مش عايزهم برده يتصدموا فيا او اذيهم نفسيا برضه فهمني؟ فانا قلت مثلا في المره دي انا ارجو من اصدقائي ان هم يحذفوا المقاطع بتاعتي على قنواتهم وانا حذفت كل المقاطع اللي على قناتي وعددها كذا 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 وقلت ايه بقى؟ قلت رغم ان بقاء المقاطع دي لا يضرني في ديني شيء في الاسلام يعني او كلام هذا القبيل الا اني اصر على حذفها لحاجه في نفس يعقوب سوف اخبركم بها في الوقت المناسب. دي واضحه دي حاجه في نفس يعقوب هم ما حدش ممكن يخمن <applause> ايه الحاجه <applause> ما خفتش انت من ان اللغه دي من ممكن في بعض اللادينيين مثلا راح يفهمها البعض مش هيفهمها كذلك في الاسلاميين من الممكن ان هتعدي عليهم لكن في البعض منهم ما يفهمها عارف ان في بعض منهم هيفهمها بس انا عارف العقليه بتاعتهم والاوردرات الشرعيه انت مش مطلوب منك شرعا ان انت تفتش في الكلام ده انا كنت عايزهم يعرفوا ان انا منافق بس هم مطلوب مني ان على ظهري اللي هم الاسلاميين اللي يعرفوني يعني إن انت اللي بيحميك اللي ان الشرع ما بيدورش في الصدور ليه الاعتراف ليه انا عارف سيكولوجيتهم هم اولا وعارف كمان ان, إن هم لما هيهللوا لما انا ارجع للاسلام وهيتمنوا وهينحازوا لان انا صادق لان هم ده اللي هم بيتمنوه فانا كنت عارف الرد فعله فعلي واخترت واحد من من الناس اللي هي بتحب الشهرة والشو والحاجات دي وليد اسماعيل علشان خاطر هو اللي يزف الخبر ده للناس وده كان هيديني ثقل غير ان انا بعلن في الظروف دي من البيت بتاعي لوحدي ان في شيخ بيقدمني للناس ده هيديني ثقل فانا اخترت وليد اسماعيل بعنايه شديده إن هو واخد كبير يعني ان هو وتسبب تسبب في قتل ناس ومش اي حد وليد اسماعيل يعني لما وليد اسماعيل يقدمك للناس ما هيقول لا ما هو ممكن يكون عامل مناوره ما هي المناوره مش هتخيل على وليد آه وليد اسماعيل يعني بس هو وليد آه. لا بلع الطعم انا اصلا آه رحت له الاول شيخ وليد ازيك عامل ايه الكلام ده قلت له عايزين نتحاور معلش منورة... انت كنت تعرفه قبل كده اعرفه اه شخصيا ولا بس آه. تسمع عنه ولا اعرفه شخصيا أه تمام لك. ما هو عنه شخصيًا وأنت تعرفه إزاي يعني؟ أعرفه لأن هو تواصل معايا بعد المناظرات بتاعتي واتقابلنا و... يعني. آه... فهو قال لي آه... فقلت له يلا نتقابل نعمل حوار أنا وأنت أو مناظرة على اليوتيوب أو كلام من ده واتقابلنا وعبدنا... فعلًا على أساس إن نعمل مناظرة. قعدت معاه خمس ست ساعات أتكلم عن نظرية التطور وأتكلم فيها عن ال... عن حجج الالحاد اتكلم فيها على الحاجات دي كلام دامغ يعني كلام قوي جدا بس هو غبي جدا وانا عارف كده فهو استوعبش شوية حاجه من الكلام ده بعد كده جاء اذان المغرب قال لي انا هقوم اتوضى واصلي ما تيجي تصلي معايا يعني. اما اصلي معايا قلت له يلا بينا قلت له يلا بينا هصلي معاك بس انا مش مقتنع هصلي معاك مجامله اذن المغرب صليت معاه هو صلى امام وانا صليت ماموم وجاء وقت العشاء صليت معاه برضه وبعد كده انا مشيت من عنده على امل ان احنا نلتقي تاني ونكمل الحوار بتاعنا ده هو بقى طار بقى بس برح. هو حاسس انك بديت تلين ايوه اه يعني <applause> فهو كتب على الفيسبوك بتاعه ان احمد حرقان كان عندي وصلى معايا المغرب والعشاء والحمد لله رب العالمين هو كان فرح بجد فعادي انا خدت شفت البوست ده وقعدت اضحك شفته في المواصلات وانا راكب المشروع وانا مروح انا فاتح البول بتاعه علشان اشوف هيكتب ايه عشان انا عارفه يعني هو كتب كده فالناس آآ آآ طبعا الناس خد الاف الناس جت وبتاع كل مستبشر بقى وعندهم الناس عندها استعداد نفسي ان انا ارجع للاسلام يعني نتقبل الفكره يعني عملت معاه حاجه اسمها مبادره الـ 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 مبادره الحوار البناء او الحوار الايجابي وسجلت ايه مقطع انا وهو على اساس ان احنا نعمل حوار الدين لا دين بعد كده اعلنت الاسلام بعدها بمده يعني في الوقت المناسب اعلنت الاسلام و... وهو قريب بقى زف الخبر للناس وزف وكلم عبد الله رشدي وبعدين عبد الله رشدي كلم القنوات عشان خاطر استضفنا نتكلم فيها اتكلم عن تجربتي طبعا عبد الله رشدي هناني وكتب على تويتر انا كنت عارف ان هو هيرجع للاسلام بس بدا بقى ايه بدات العمليه ايه مع انا كنت بكتب رسائل للادينيين وكنت برضو بتخانق مع السلفيين والناس المتشددة في حاجات معينة إيه بقى هي؟ أولاً إن هم ليه بيرفضوا نظرية التطور؟ أنا كنت عايز أفتح حوار معاهم بعيد عن تفاصيل ليه سبت سبت الإسلام وأنا أصلاً مش عاوز ليه ليه رجعت للإسلام؟ ما فيهوش حاجة حلوة أصلاً رجع عشان أرجع لها مش هلاقي حاجة أقولها هبقى كذاب كذب الإبل يعني أنا مش عاوز أدخل في الجانب ده ففتحت حوار معاهم على نظرية التطور ليه أنتوا بترفضوا نظرية التطور؟ موقفهم من الملحدين ليه انتوا شديدين على الملحدين الملحدين دول انا عرفتهم كويس جدا ناس ناس مخلصه وعايز تعرف الحق المفروض نبقى كويسين معاهم نحبهم ما نتهمهمش بحاجه انا شفتهم و... وشهدت عليهم شهدت فيهم ان هم رغم رغم ان احنا اختلفنا دلوقتي الا ان هم ودي حقيقه يعني الملحدين يعني ما بيعضوا ولا ناس شياطين ولا ممولين ولا نيلة بالعكس يعني لو كانوا الملحدين حد سندهم او واقف معاهم كان وضع العالم العربي كله اتغير تماما طلع دينا لوحدنا حرفيا يعني يعني احنا متبهدلين حرفيا ومفيش اي دعم ولا مسانده ولا اي حد يعني مثلا لو احنا ننتمي لاي اقليه دينيه كان لقينا حد يدعمنا انما احنا مفيش حد بيدعمنا اطلاقا غير نفسنا بس يعني شو رحلتي دي تثبت كده انا شفت الموت مرارا وتكرارا وما اي مساعده غير فقط من اصدقائي يعني زي حضرتك زي, زي نضال الغرس زي كده يعني لما اي حد ممكن ممكن يدعمك نفسيا او ماديا من صحابك لكن لكن غير كده ما فيش جهه ممكن تدعمنا بثقل يعني المهم انا أه أه لما مسحت الفيديوهات بتاعتي دي كنت برضه حريص الناس هو السؤال معلش السؤال دايما اللي عند الناس وانت بتقول ان هو اصل ما فيهوش حاجه كويسه بس انت مطالب وهم بيسالوك يعني ايه اللي رجعك للاسلام بقول لهم القران، كنت بقول لهم القران رجعني للاسلام. اه فقعدت ترتب في القران. كنت بقول لهم القران وكنت بق... وكنت بقولهم لهم انا قررت ان انا افهم الاسلام على دين العجائز، على فهم العجائز، عجائز نيسابور. ودي هللوا ليها جامد جدا وفي قنوات تقيله بتاعت اخوان حتى استخدمت المصطلح ده وهللت الفكره. منها ايه عجائز نيسابور ده؟ آه في ز... في ضمن خ... آه في ال... في, ال... في, ال... في الادب الاسلامي عندما اختلفت الفرق الاسلاميه وتفرقت شذره مذر زي ما بيقولوا الناس احتارت نموت على انهي مذهب فاحد الائمه لما كان بيموت فكان بيموت فقالوا له ايه فاللهم اني القاك على مذهب عجائز نيسابور اللي هم ما عرفوش الفرق دي ولا ادلتها ولا اي حاجه وبيقولوا ان احنا ايه مننا لله بقى ولا اله الا الله محمد رسول الله وعجائز نيسابور اللي هي من مدينه اسمها نيسابور غلاباً مش فاهمين الحاجات دي ولا في التفاصيل دي دينهم بريء شفاف من غير تعقيدات فانا تبع عجائز نيسابور انا راجل سلفي قديم ففاهم يعني هم عارف ان الكلمه دي هتاكل حت... معاهم فانا عجائز نيسابور دول أ... أن... 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 انقذوني بعد قرون فانا لما قلت كده بقي بيه قوي مالك طب قول لنا كده قلت لهم لا هو في, في هو في هدايه ابلغ من هدايه القران يعني يعني انا هقول لكم ايه ازيد من اللي في القران اقراوا القران قال لنا انا اقدر انصح بيه ان انت تقرا القران لحد دلوقتي انا بنصح الناس تقرا القران <تصفيق> 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 ده أعرف طريق للالحاد <applause> كان في آه آه صوره كنت انا حاططها في بوست عندي م. ان مكتوب بيدعوا ان الكتب دي آه يعني تخلي اصحابها يلحدوا اللي هو مثلا زي كتب بتاعه الملحدين المعروفه يعني <applause> والواقع ان هذه هي الكتب التي تخرج الناس من الدين وتنشر الالحاد وحاطط صوره لثلاثه اللي هو واحد ماسك لل... العهد القديم الكتاب المقدس اللي هو يعني العهد الجديد وعليه صليب والقران فهي دي كتب فانت تدعو الناس لقراءتها لان هو ده اللي بيخرج الناس من الدين بعد ما خرجنا من الدين انا شخ... انا شخصيا شخ... شخ... ده اللي خرجني من الدين قران ف بس وسبت بقى ايه ماده تانية برضو يعني فكره دروس التجويد دي انا درس التجويد ده هو درس في قراءه اللغه العربيه يعني في النطق يعني درس في النطق اللغه يعني بغض النظر عن الماده اللي انت تقراها فده مفيد فانا اخترت التجويد في نفس الوقت هقرا ايه وبتاع والقراءه والترتيل والحاجات دي بت ايه بتخلي الناس أل قلبها يحن يقول لك ده مش ممكن يقرا كده بالقراءه دي ويكون قلبه ما فيهوش ايمان لا مش ممكن فقرات بقى وجبت حتى شيخ معايا اه هو يعني عرض ان هو يشارك معايا وكده يعني في القراءه هو ما يعرفش طبعا ان ان هي المناوره دي يعني بس هو بعد كده تفهم يعني انا يعني بعد ما عرف القصه وبعد ما قرات كلمته يعني لان برضه انا ما بحبش بس هو اللي كان طلب ان هو يشارك في الدروس دي فانا قلت له يلا بينا على كل حال انا عملت كذا درس تجويد فضلت اعمل دروس تجويد دي لحد ما مشيت من مصر يعني عملت اخر درس واتكلت ومشيت على طول سبت ماده كويسه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اسلاميه وحذفت كل المقاطع اللي هي اللادينيه وانطلقت لالوي على شيء سبت الموبايل بتاعي في البيت عشان ما يبقاش فيه اتصال وجبت موبايل تاني اهم حاجه كانت فيه بالنسبه لي ان هو يكون فيه الجي بي اس اللي هو بيشتغل من غير انترنت علشان خاطر وقمت بقى بالرحله بتاعتي دي وكانت رحله يعني من خطيره جدا خطورتها في ان اولا واحد ينقطع به السبيل او يضل في الصحراء الموبايل بتاعه ده يحصل له حاجه يفقد شحمة ما بيعرفش يوصل باي طريقه من الطرق خطورتها كمان ان الواحد يموت من العطش او الواحد يطلع عليه حيوانات مفترسه او حتى حرس الحدود يضربوا عليه نار عشان آه سمعت قصص ان ممكن حرس الحدود دي ما اعرفش اذا كانت مظبوطه ولا لا سمعت قصص ان هو ايه يعني في ناس خوفتنا قالت لو كلب معدي الحدود هيضربوا عليه نار يعني وهم بيتكلموا يعني او في السجال اللي حصل ما بين الناس على الانترنت في الناس اللي بتنصحني ان انا اعدي الحدود او كده لإن في ناس كانت بتكتب في التعليقات الكلام ده، فكنت بقول لهم ده مرفوض تماما وأنا مش هخرج إلا في طيارة يعني عشان خاطر كنت بقول لهم كده بس هو ما كانش مرفوض ولا حاجة يعني. بص يا أحمد معلش قبل برضو ما تكلمنا عن الرحلة ومصاعب الرحلة م. لأن هنا في شخص بيسأل سؤال والحقيقة وأنا م. كنت عايز أسأله لك يعني م. إن بيقول إنه يبدو إن في الفترة دي اللي أنت أعلنت فيها عودتك إلى الإسلام كان في كلام من رشيد حوالين ان دي مؤامره او حاجه زي كده حسب الاخ خالد علي أوه. هو ايه اللي حصل بالظبط يعني هو قال ايه رشيد يعني للاسف للاسف ما كلمتش حد خالص لكن انا كلمت رشيد للاسف الشديد كلمت رشيد لما له او او شبه صرحت له بان انا بعمل كده علشان دي منور يعني انت قبل ما ترجع للاسلام والفكره لا. في دماغك كلمته ولا بعد ما رجعت للاسلام ظاهريا ما رجعت للاسلام كلمته لان هو كان استضافني في حلقه فانا اللي كلمته على تويتر صراحه ودي كانت مغامره كبيره يعني مغامره كبيره وغبيه جدا من اغبى الحاجات عشان كده انا اتغصت منه جدا جدا وانت جاتلك لك منين الثقه فيه الى هذا الحد يعني انت جات منين الثقه؟ كنت بثق في رشيد كنت بحبه جدا انا كان صديقي رشيد انا كنت بثق فيه للاسف وبعدين آه... لما احتلوا يعني او قلت له انا انا لو لو عديت الحدود بشكل غير قانوني وانا مسلم وانا ملحد وحد اتعرف عليا هيقتلوني والرسائل كانت موجوده على ال... ينشرها الرسائل على تويتر يعني موجوده ما بيننا فانا قلت له انا ما بحبش انشر الرسائل الخاصه عشان كده ما نشرتهاش اذا هو سمح بكده او نشرها ينشرها انا بدي له اذن يعني حتى عادي زايد عليا وقال لي انا ما انا مراتي حصل لها وكنا كنا في المغرب وانا مراتي كنا في خطر شديد ومش عارف ايه لكن انا ما رجعش قلت له يا رشيد انت ممكن تبقى شهيد في المسيحيه وتدخل الجنه انت عارف أنها ملحدين ما جنه انت فكرك مختلف عن فكري لكن ما يعني ارجوك ما تزايدش عليا يعني فقالت مناك التوفيق والكلام ده بس هو كان بيزايد وكان بيكتب كلام يعني واحد. هو كان بيدعوك انك انت تستمر على الحادك وانك انت تروح شهيد شهيد <applause> اه افضل ما انك انت يبقى كانك عدت للاسلام اه وكان بيقول لي انا انا ضحيت بنفسي انا ضحيت بنفسي انا واسرتي ضحيت بنفسي، انت ما شفتش اللي حصل تمثل برشيد يعني بيدعوك انك انت تتمثل بيه اعمل بيه اه فانا قلت له هو انا هو مصلحته ايه من كده اكتر من ان هو خايف انه المسلمين ياخدوا نقطه زياده ان هو حتى الملحدين بيرجعوا للاسلام فده أوه. ممكن ياذي تصوره هو ما فكرش فيا ما فكرش للحظه وما فكرش فيها بشكل انساني ابدا وده اللي كرهني فيه يعني من من شخص كان بيحترمه وبيحبه لشخص بقى ينفر منه ويبغض التصرف ده جدا منه ما بهزئهوش يعني انا ما بحبش النفاق وما بعرفش اخبي مشاعري في الحاجات دي لو بحب حد بقول له انا بحبك انا ما بحبش حد ما بقدرش اقول عليه كلام حلو حتى الصراحه اطلاقا يعني ما اعرفش دي عيب شخصيتي يعني رشيد عمل معايا موقف نزاله يدرس يعني وهاجمني في وقت انا كنت فيه في وضع صعب جدا على كل حال انا كلمته تاني لما رجعت تونس لما رحت تونس ساعتها بقى كان هو مشتبك مع كمال استاذ كمال غبريال في في وبيهاجمه هو كمان فانا اتكلمت بقى عنه يعني في الفرصه دي بقى يعني قلت ده طفح الكيل بقى اتكلمت عنه قلت ان هو يعني يعني ما كانش مهذب مع استاذ كمال غبريال واستخدم اسلوب سيء جدا معاه وبعدين هو اصلا عمل معايا الموقف التالي اللي انا حكيته ده وكتب عليا ان انا خسرت كل شيء خسرت الاحترام خسرت كل ده وعلى فكره على فكره انا بشكك في ان هو يكون اتحط في نفس الوضع اللي انا كنت فيه بامانه يعني يعني انا بشكك ان هو يكون اتحط في نفس الوضع اللي انا كنت فيه زي ما هو بيقول يعني وضع وضع مشابه او حياته كانت في خطر واختار ان هو انا ما فيش ناس كتير ارنست اتحط في الوضع اللي انا كنت فيه او مروا باللي انا مريت بيه يعني مشكلتي انا كنت يعني بعاني جدا عشان مش عارف اسافر والمعاناه دي ما حدش قدر يحس بيها لانه مجرد سفر بس انا كنت بعاني ان كمان الانسان اللي انا كنت مرتبط بيها كانت بتعاني جدا، كانت بتعاني جدا واهلي كانوا بيعانوا و, و... 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 يعني كنت بكلمها كتير و... و... وكانت بتبقى في حاله لا يرثى لها دايما طول الوقت وده نوع من الضغط برضه. بالاضافه لان شعور الواحد بالظلم والقهر برضه لان حتى مش عاوزين نديله تفسير ولا حتى اجل للمنع ده اجل لمنع السفر، يقول لي انت ممنوع لحد كذا. يعني هي ممنوع لحد الابد للابد يعني ممنوع للابد من غير امل مفيش وسيله للطعن مفيش وسيله لان انا مفيش خدوني السجن لو انا مجرم بحاجه او متهم بحاجه يعني لو انا متهم بحاجه خدوني للسجن وعاقبوني يعني فكان الموضوع صعب جدا كان الموضوع صعب جدا موضوع موضوع ان انا كده عملت اقل من الانسان يعني يعني اقل من كحيوان يعني انا هقول لك على حاجه يا ارنست انا وانا خارج من من مصر وماشي في الصحراء في الضلمه مش شايف حاجه قدامي من كتر الضلمه ضلمه زي الليل يعني زي 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 ضلمه كحل ما قمر طبعا انا متعمد امشي في ما قمر عشان القمر هيكشفني فانا ماشي في ضلمه مش شايف قدامي وماشي مش عارف اطلع على الموبايل حتى افتحه اشوف الجي بي اس فانا ماشي على النجوم عشان خايف من الضوء بتاع الموبايل نفسه. يعني ضوء الموبايل نفسه يكشفني فكنت ماشي على النجوم على النجوم حرفيا لاول مره في حياتي زي ما يكون زي ما الناس كانت بتعمل من الاف من عشر من الاف السنين ماشي بالنجوم دي مجموعه كذا انا معلم السماء ان دي مجموعه العنقود ودي مجموعه الدب الاكبر ودي مجموعه الكرسي يبقى انا اه ماشي في الطريق في الصحراء معلم من الطريق بكده انا لو فضلت ماشي بالاتجاه ده بالزاويه ديت هوصل للمكان الفلاني بجد و... وانا ماشي مش سهلة ابدا يعني دايما ياما ناس تاهت وناس عندها برضو يعني مش كانتش اول مره تعملها يعني هي أنا... برضو تفضل مخاطره يعني هي مخاطره انا انا معايا وسيله ثانيه اللي هي الموبايل بس انا مش عاوز اطلع الموبايل ده علشان كده انا بس يعني انا ماشي أنا مثلا لو عايز أمشي صح هفضل ماسك الموبايل كده طول الوقت باصص فيه مش عايز أعمل كده فأنا ماشي على النجوم في إجمالا بس ب... من فترة لفترة أنا بدخل دماغي في, ال... في التيشيرت وأدخل الموبايل فيه وبس و... أنا مش عايز أعطل نفسي كل شوية أقعد أعمل كده لأن أنا ماشي بسرعة جدا أنا عايز أوصل أنا ماشي بالليل عايز أوصل للسودان قبل ما الشمس تطلع لأن لو الشمس طلعت هموت من العطش أنا أصلا كده كده عطشت من كتر الحر الجو كان حر وجاف كنا في اكتوبر لكن الجو كان حر حر جدا الجو في المنطقه دي حر جدا وجاف فعطشت عطشت عطشت عطش شديد عطش عمري ما عطشت في حياتي يعني يعني انت ما بين نار انك انت خايف انك انت تتوه بس لازم تمشي بسرعه فانت آه. لو ما بصيتش من الممكن توغل في في البعد عن آه. وده يعطل وفي نفس الوقت لو هتقعد تشوف كل شويه هتتعطل فيعني انت معلم بين كذا نار مفيش معالم غير النجوم أنا أصلاً عينيا على النجوم، أنا ماشي بزاوية معينة وعينيا على النجوم، المجموعة بتاعت العنقود ديت كان المفروض إن هي تبقى أنا ماشي بزاوية معينة هي مخليها بزاوية معينة. في زاوية معينة حافظها في ذهني. والمجموعة الثانية، بتاعت ال 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 الكرسي دي لازم تبقى في مكان معين وأنا ماشي ما بينهم بشكل معين. عشان مش أبقى ماشي في اتجاه السودان، لا، ده أنا عشان أبقى ماشي في اتجاه البحر الأحمر. البحر الاحمر لا ما ينفعش امشي كده في اتجاه السودان لان البحيره لفه والبحيره عليها حراسه شديدة جدا نقط حراسه شديده فانا لازم امشي الاول اتوغل في الصحراء الاول شرقا اتجاه البحر الاحمر وبعدين بعد ما اتوغل 20 30 كيلو اروح جاي داخل على الجنوب بعيد عن انا بختار في الحدود من حته بعيد عن البحيره لان البحيره عليها تامين شديد جدا ف ف, ف... 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 فأنا ماشي كده على النجوم بعد كده يبقى انا عارف بقى ان في النقطه دي انا اقدر انا مشيت كده شويه حلوين فانا اقدر ان انا امشي ايه اتجاه آه... الجنوب ف وده حصل فعلا مشيت وبعدين مشيت اتجاه الجنوب آه... آه... بعد ما مشيت مده آه... لقيت زي الشريط بتاع الحدود ده الارض هي هي الارض هي هي يعني الارض طبيعه الارض هي هي فانا بس انا لقيت خط كده بتاع دوريات خط بتاع دوريات وجنبه براميل براميل فجنبه براميل اللي هي بتاعت البترول دي متعلمه فما اعرفش اذا كان ده خط دوريه عاملينه ولا الدوريه تعدي منه ولا ولا دي الحدود بالظبط فانا رحت جاي حاطط دماغي في التيشيرت وفتحت الجي بي اس لقيت نفسي ده على الحدود المصريه الايه سودانية بالظبط فكملت بقى في اتجاه في اتجاه بقى حلف فقالك وانا ماشي ومش عارف اذا كنت حوصل ولا لا بس حاسس بسعادة رهيبة جدا 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 عمري ما حسيت زيها في حياتي انا عمال اقول ده انا ملك العالم لان مفيش حاجة اسعى اجمل من الحرية انا مش شعور ده شعور جميل جدا انا قلت له لو مت حمود سعيد فعلا وما ندمتش لحظة واحدة، يعني ما ندمتش لحظة واحدة، لأن كمية القهر اللي حسيت بيها في تجربة منع من السفر والإضراب والإهانة والحاجات دي، وكمية التسلط وكمية إن أنت تحس أنت تحت قهر ناس ظالمة ما بيرحمكش، مش ع... مش, ع... مش, ع... مش عايزين يدوك حقوقك ولا حتى يموتوك، ولا حتى يقتلوك. فأنت عايزينك تموت مضرب عن الطعام ويتفرجوا عليك ويفرحوا إن أنت موتت نفسك. فاهمني؟ فأنا عايز اقول لك كنت حاسس بسعاده غامره رغم كل الارهاق والتعب ده. أنا لما طلع الصبح عليا كنت لسه ما وصلتش والشمس طلعت بقى وانا كنت عطشان كنت خلاص بقى هموت لان لساني انا بقي جف لدرجه ان لساني آآ آآ بيلزق في بقي في سقف في بقي ما فيش ميه خالص ورجليا مش شيلاني من كتر التعب والرمله الرمله بتاعت الرمله بتاعت الرمله بتاعت الصحراء داخله في الجزمه بتاعتي الرجلية بتغوص لدرجه ان الرمله بتدخل جوه الحذاء بتاعي وبقت كل خطوه متعبه بالنسبه لي لانها بتخليني ابذل طاقه عشان اطلع رجلي من الرمل فاهم؟ فكل مش خطوه عاديه الخطوه الخطوه بتاعتي متعبه الخطوه مكلفه يعني مع التعب ده بقيت احسب بالخطوه بقيت احسب بالخطوه في الاخر بالخطوه الواحده ادي خطوه انجاز الخطوه انجاز من كتر التعب وال... وال... بقيت احسب بالخطوه تخيل الطريق مش عاوز يخلص ابدا انت عارف هم كام كيلو؟ 70 كيلو 70 كيلو بس مع المناوره دي ما اعرفش كانوا بقوا كام فاهمني بس هم 70 كيلو 70 كيلو من الـ من الـ من, الـ من التعب يعني لما وصلت للـ 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 للحلفه وصلت من الشمال وصلت بالصدفه عند المقابر. انا عايز ميه. عايز اشرب بأي طريقه. لقيت ازازة ميه كبيره كده محطوطه. ميه ااا ما سألتش ازازة ميه ما شفتش ما فكرتش هي نضيفه ولا مش نضيفه بتاعت مين مش بتاعت مين. على طول رحت جاي شارب ومرمي جنب الازازه. ريحت دقيقتين بالظبط طبعا. الميه انا عاشتني ريحت دقيقتين قمت تاني عشان انا في المكان ده خطر. المكان ده خطر انا دلوقتي ما... لو جاء اي عسكري هيقول ان ده جاي من الحدود من انت جاي من الشمال و... و... وشكلك مش سوداني و... فرحت جاي داخل على طول على البلد لقيت واحد شيخ كده متدين بدا... ب... بلحيه يعني و... ومعاه زي بيقولوا عليه توك توك في السودان اللي هو مش التوك توك التوك توك, التوك توك عندهم بيقولوا عليه حاجه تانية وده بيقول وموتوسيكل ده بيقولوا عليه توك توك اللي هو الموتوسيكل اللي هو بيشيل بيحمل عليه ناس او بيحمل هو رايح السوق او كده فقلت له تاخدني معاك فالشخص ده قال لي انت جاي متسلل من الحدود صح؟ فقلت له اه انا جاي متسلل من الحدود قال لي آه انت انا شايفك متابعك من الاول من اول ما وصلت للمقابر قلت له آه فقلت له اوكي انا معيش فلوس سوداني هدفع لك بالمصري قال لي انا مش هاخد منك حاجه هوديك للسوق ومش هاخد منك حاجه. اوكي فانا قلت له انا عايز عايز اشرب ميه على فكره انا قعدت شهر في السودان كل ما اروح اقول عايز اشرب ميه بسبب تجربه العطش دي. كل مكان اروح فيه اشرب ميه صدقني. يا اخي ده انت وبتحكى على عطشتني. اه اصل هديك بتشرب ميه. <applause> انا فعلا انا فعلا منبهر بالسودانيين عشان في كل مكان حاطين كيزان ميه كبيره. وميه والمواصلات بياخدوا معاهم فيها ميه الجو عندهم حر وعندهم النيل ميه عندهم كتير جدا وانا بقى هست بقى لان انا في الرحله دي كنت بحلف بجمال الميه انا كنت بقول ايه المراه اللي انا مسافر لها في تونس دي لما في ميه <applause> وبعدين كنت بقول دي نفسي ده انا اول ما هروح هناك انا وهي هنشرب ميه <applause> انا مش هعمل حاجه انا لازم اخليها تكتشف جمال الميه ونقعد بقيت حياتنا انا وهي نشرب ميه <applause> ف... ف ف لما ف ف ف, ف... عايز اقول لك وصلني للسوق فانا عملت ايه بقى اللي وصلني للسوق؟ انا المكان ده اكيد فيه مخابرات كتير لانه دي حدود يعني مدينه حدوديه اكيد مخابرات مصريه كتير اكيد فانا مش عايز اظهر انا عايز اختفي من المكان ده. رحت سالت اول حاجه رايحة خرطوم كان الأتوبيس قال لك طالع الساعه 3 بالليل قلت لهم لا انا عايز اقطع الطريق. قلت انا هقطع الطريق هركب اي حاجه طالعه من هنا وبعدين اركب منها اي حاجه طالعه لأقرب اقرب مكان تاني انا مش هستنى رحت واحد بيغير الفلوس انا معايا مبلغ يعني مصري يكفيني في, في 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 الرحله بتاعتي من وجهه نظري يعني وكنت مجمعه من الاصدقاء من خلال جو فاوند مي انا ما كانش معايا انا كنت وصلت مرحله معيش فلوس خالص بعد الاضراب بعد بعد القصص دي كلها انا فلست فجمع مجمعه من جو فاوند مي من الاصدقاء كان حمله عملها نضال الغرسي بقى بحيي النضال الجامد النضال واقف معايا في التجربه دي كلها هو اللي ساعد في تنظيم الوقفات في تونس هو اتعرف على زوجتي وبقى يساعدها في ان هي تروح للمؤسسات اللي هي لسه بقول زوجتي ساعتها هي احنا انفصلنا يعني بس انا ساعتها يعني كنت بعتبرها زوجتي وكان يعني كان بي يعني هو نظم الوقفه دي وهو دعمنا جامد يعني الصراحه على فكره على فكره برضو من الحاجات اللي بذكرها ان مؤسسات حقوق الانسان ما 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 ساعدتناش ومنظومه العفو الدوليه الانسانه دي اللي هي كانت زوجتي راحت بكت لهم بالدموع في في المقر بتاعهم في تونس قالوا لها بالحرف الواحد كويس انك انت اتكلمت لان انا كنت عايز اسالك في النقطه دي بس خفت اقطع التسلسل قالوا لها فعلا المنظمات دي مخترقه اسلاميا وبس قضايا بتاعه المسلمين هي اللي بتشوف التجاوزات فيها وبعد كده الحاجات الثانيه هي مجرد تجميليه لكن مش مهتمه حقيقه بحقوق الانسان والمعنفين لا لو لا اتفضل ما فيش ناشط حقوق انسان مسلم مش منحاز للاسلام يعني يعني طالما مسلم هو منحاز للاسلام حتى لو سمى نفسه ناشط حقوقي فهم كانوا يقولوا لها لا احنا احنا ايه احنا عندنا قضايا في مصر اهم من كده فتقول لهم ده مضرب عن الطعام ده كذا ده كذا يقول لها في قضايا منشغلين بيها في ناس في السجن فاهمني؟ فالردود مش مقنعه عايز اقول لك ان مش بس كده حتى المؤسسات الاعلاميه تجاه الموضوع ده انا عايز اقول لك ان هي راحت لهم سافرت راحت لندن للبي بي سي في الاداره بتاعتهم في في في, في لندن راحت لهم وكلمتهم وما اهتموش قالت لهم ان لما قابلت المذيع بتاع بي بي سي في تقريبا نضال عرفها عليه في في تونس ما استجابش فهي راحت لندن للاداره بتاعته تشتكي ان هو ما استجابش ليها ما عملش حاجه فهم كمان ما استجابوش ليها فعايز اقولك اقول لك ان ان الموضوع يعني كان ان الناس دي اتخزلتنا جامد جدا كلهم يعني المهم انا أه لما لما أه هناك بقى في الخرطوم انا أه لازم اغير كل الفلوس دي فرحت لواحد قلت عايز اغير الفلوس دي كلها اللي معايا للسودان قال لي انت مش ناوي ترجع مصر بقى خالص ولا ايه انت تبع القضية قلت لا انا يعني عشان في التجاره وكده بشتري حاجات من هنا وبعمل كده وحوارات يعني. فقال لي اوكي آه قال لي طيب آه ماشي اوكي هغيره غير لي الفلوس دي كلها. بس جاب لي فلوس قد كده كتير مش عارف احطها فين. ودي كانت أول مرة أعرف إن أنا كنت لازم أحسب حساب الموضوع ده وأنا ما حسبتوش، أنا ما أعرفش إن الدنيا هتبقى كده، أنا دلوقتي ماشي ثروة في في اللي. الآخر وزن برضو مهما كان، الورق تقيل على فكرة. آه تقيل وفضيحة إن هنا في فلوس، فاهمني؟ <applause> فلوس كتير فلوس, فلوس. فلوس. ده يعمل خطر ده يعني يلفت فجأة لقيت إيه نفسي مليونير فجأة لقيت إيه نفسي مليونير <تصفيق> <تصفيق> اه فهمت بقى هي وليه بيقول لي عاوز تغير فلوسك كلها انت مش راجع مصر تاني لان الفلوس دي بتعمل كتير بالسوداني قلت له ساعتها بقى حجزت انا العربيه اللي هي 14 راكب دي زي التويوتا اللي عندنا بالظبط رايحه حته اسمها دونجولا طالعه دلوقتي حجزت فيها وقعدت فيها وقلت له بقى انا عايز حاجات سوداني بقى انا عايزك تخليني انسان سوداني انا بحب الفلكلور السوداني والعيشه السودانيه انا عايز ابقى انسان سوداني جيب لي كل حاجه بيمشي بيها الراجل السوداني جاب لي طاقيه سودانيه وعراجي سوداني ومنديل سوداني وعطر سوداني وكل حاجات سودانية فانا انت عندي في صوره بس ما عرفتش تعمل لون سوداني لا ما الصحراء عملت معايا الصح الشمس عملت معايا الصح انا هوريك ابعت لك الصوره تعرضها يا ريت تبعتها ابعتها لك تعرضها بالمره وانا أه... انا فيها في الركشه اللي هي زي التوك توك فاهمني؟ أه... وانا ده نفس اليوم اللي وصلت فيه السودان على فكره نفس اليوم اللي انا وصلت فيه السودان الصوره ديت نفس اليوم من غير ما ارتاح بس ايه أه... كنت مرتاح نفسيا فعشان كده كنت م... لو عندك كم صوره كده نعرضهم ورا بعض وتعلق لنا عليهم هيبقى برضو لطيف يبقى تسجيل لل لل للرحله اه ابعت لك ماشي دي الصوره بتاعت حلفه ابعت لك الصور بقى تباعا بقى دلوقتي لو لو تشوف ال ال ابعتها لك على اسمه ايه ده على الماسنجر اوكي انت انا مش انت سامعني ديت في حالفة دي انت سوداني سوداني شفت ازاي؟ آه, آه. استنى كيفها <applause> لا حلوة آه وفيك ديبة السودانيين انت ابتسامتك آه آه سودانيين بطاف قوي بطاف آه آه شايف؟ أنا فانس سوداني لا والله سوداني <تصفيق> آه. <تصفيق> انا اقتنعت اه لا امال ايه ديت دي في حلفه دي لما صارت ودني على الراجل السوداني والبتاع وحتى معايا ال المنديل السودانيين دي كل حاجه انا عديت الطريق كله خلي بالك حوالي 1000 كيلو أو 300 800 كيلو لحد الخرطوم عديت على اني سوداني يعني ما ومستخبى في وسط السودانيين يعني ابعت لك حاجه تانية ابعت لك صوره من عند بحيره ناصر انا برضو كنت في حته كان المفروض اتكلم فيها اكتر من كده بحيره ناصر دي انا كنت تكلمنا عن بحيره ناصر اه أنا... مع الصوره ايه مع الصوره كلمنا عن موضوع بحيره ناصر ده اللي كان ممكن تتكلم فيه اكتر من كده اه مثلا انا كنت مستخبي في في الشجر ده كنت مستخبي في الشجر ده بحيرة لان كان في تفتيش جامد جدا في ال كان في تفتيش جامد جدا في في البحيره وتقريبا حد لمحني من الصيادين فكان في حد مبلغ فكانوا الونجرات ديت اللي هي بتاعت حرس الحدود عماله عم رايحه جايه عماله عم تقلب في البحيره ليل نهار كانوا بيحو... انا خزنت على ال... يومين على ضفه البحيره دي خلي بالك من كتر استخبيت يعني استخبيت يومين هنا على الضفه دي بالليل كنت بستخبى في الميه علشان الافاعي الشط ده كله مليان افاعي بالليل الأفاعي كلها قاتله جحور بتاعتها تشوفها كده من كتر ازاي يعني تقضي الليل كله جوه الميه في الميه اه اه ده ده جسمك يبوش اه لا كنت بقضي الليل في في الميه اه وبالنهار كنت بنام في الشمس تحت الشجره من تحت الشجره ده اجيب لك صوره ثانيه برضو اه بس ده, آه. ده عذاب ده اه انا تعبت جامد في الرحله دي امال الناس دي الناس بتعمل ايه الناس ولا ما بيبعدوا عن المناطق دي انت لا مش حد ساكن فيها دي مناطق مهجوره عشان آه كده عايزه فأنت... كده فعلا دي مناطق مهجوره مهجوره ما بينها وبين بين العمران اميال يعني اميال كتير ما بينها ما فيش عمران خالص الصيادين بس هم الموجودين في البحيره نفسها الصوره دي الصوره دي أه لما وصلت للسودان والشمس طلعت عليا الصبح من كتر التعب انا ريحت بس لسه ما وصلتش حلفه بس انا في داخل الحدود السودانيه لما كتر التعب بتاعي نمت ريحت كده زي ما انت شايف وخدت الصوره دي ريحت دقيقه بالظبط عشان اقدر استجمع قوتي واكمل ما كنتش لسه وصلت الحلف وكنت عطشان جدا بس هو مش باين في الصوره بس انا كنت باين بالعطش يعني اجيب لك صوره ثانيه على البحيره برضو من الصور اللي هي البحيره ناصر هدي بقى دي برضو صوره من ثانيه من شكل الصحراء اللي انا كنت ماشي فيها بس بعد ما النهار طلع اهي دي دي في السودان في في بدايات السودان قبل ما اوصل حلفه دي الحدود المصريه السودانيه ديت يعني بس من قريبه من حلفه كنت انا انجزت معظم الطريق بص الطبيعه عامله ازاي دي نفس البيئه البيئه اللي انا كنت ماشي بيها بالليل فاهمني الرمل ده أه... ما خفتش من العفاريت؟ <تصفيق> <تصفيق> <نصفيق> <صفيق> ما خفتش من حاجه انا كنت خايف من الديابه بس مع العطش دي اول شمس طلعت عليا في السودان أه... دي صوره اول شمس طلعت عليا في السودان عايز اقول <applause> لك دي ميزه الالحاد انك ما تخافش <applause> من العفاريت اه بس انا كنت خايف من الحيوانات المفترسه بس ب... بس مع العطش بطلت اخاف منهم قلت اقسم بالله لو في ديب طلع عليا في 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 في, الصحراء ديت هيكون عطشان وهزيل وحالته تصعب على الكافر هروح انا هو ندور على ميه نشربها ده اللي كان في ذهني العطش العطش ضيع مني الخوف تماما خلاني يعني خلاني مشفق على كل الكائنات حتى الدياب قلت لو في ديب هنا اكيد ده هيبقى كفران طالع دين ام مفيش نقطه ميه ايوة بس بتختلف الـ 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 الكائنات الحية في قدرتها على احتمال العطش وكده هو آه يعني بس شوف... هو يعني من باب إحساسك بالعطش خلاك تشوف ان الدنيا دي كلها عطشانة ايوة كنت بهلوس حرفيا صح انا كنت بهلوس <applause> لا لا مش هلوسة يعني بالعكس <applause> اه لا دي حاجة شبه هلوسة فعلا والله لا 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 بالعكس ده هو احنا دايما بنتعامل مع الكائنات مع الاشياء حتى كانها ليها احساس وبنتفاعل معاها وبنحبها وبنكرهها وكده هو اللي بالعكس ده ده شعور طبيعي جدا يعني مم. ده ده اللي بيميز البني ادم اه, آه, آه, آه في البحيره دي جميله بالمناسبه فيها حياه بريه عشان ما فيش بشر في حياه بريه برضو دي صوره التقطتها انا للطيور في في جزيره في البحيره دي ده انت مصور صور جميله يعني اه الله جميله دي اه, آه. فانا كنت من كنت احيانا بوصل لدرجه من الخوف في المكان ده لان كان في تفتيش جامد جدا وكنت مستخبي المنطقه دي حوالين البحيره انا ما اتحركتش مباشره استخبيت فتره في الاشجار بتاعه العبل دي داخل البحيره وبره البحيره ومفيش بقى في في المكان ده تغطيه ولا شبكه ولا حاجه فاهلي ما كنتش يعرفوا انا فين ولا يعني خطيبتي او مراتي اللي كانت ساعتها في تونس دي تعرف عني اي حاجه ما عارف يعرف عني اي حاجه وما كانش حد عارف ان انا بخطط لايه ولا عارف اي حاجه انا بقى بالنسبه لهم بالنسبه لاهلك فجاه بيدوروا عليك مش لاقيينك لا ما يعني عندهمش هو... اي معلومات ما عندهمش معلومات ما حدش عنده معلومات خطيبتي كان عندها معلومات غير واضحه يعني يعني من غير تفاصيل وكنت لها طمنيهم يعني لما اهلي يسالوك عليا قولي لهم انا عارفه ان هو بخير بس يعني يعني كنت بقولها قولي لهم ان هم بخير ان هو بخير بس اكتر من كده ما, في ما وبعدين لما وصلت حلفه كلمتهم كلهم كلمتهم كلهم قلت لهم انا موجود في السودان وبخير اشتريت اشتريت شريحه سودان وكلمته سوداني 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 هي شركة اسمها كده <applause> و في في الخرطوم برضو كنت متنكر على فكره عشان في برضو ما سهل برضو اللي برضو انا كنت متنكر في الخرطوم برضو <applause> ايوه لانك انت في كل المنطقه دي بتتابع الفيديوهات وكده هو وانت يعني كنت معروف فيعني وارد في اي مكان انك انت تلاقي اسلاميين وانت يعني اساسا وجودك غير شرعي يعني ما تعرفش ايه اللي من الممكن يحصل يعني بالظبط وما بعد السودان اسوأ كمان يعني آه. يعني. بالظبط بالظبط آه. المفروض كنت احضر الحاجات دي الاول يعني بس على كل حال آه لما وصلت الخرطوم انا وصلت الاول دنجولا دي واحنا خارجين من حلفة لقيت بوابه التفتيش وكل السيارات واقفه تتفتش مكتوب عليها مكتب مكافحه التهريب ف <تصعي> 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 فلوس معايا كل حاجه ووو و... و... بس ايه بس انا لابس اللبس ده بقى السوداني بتاع دي الشكل اللي انت كنت تعرضه من شويه ده وقاعد بقى بتكلم مع الناس بتكلم معاهم آ... ان انا مصري وكل حاجه ان انا ما بعرفش اتكلم سوداني يعني و... وبتصاحب عليهم يعني بس وقفنا عند النقطه دي شويه كده والعربيات والطابور طويل واقف وبعدين مشينا الراجل فتش ولا اي حاجه وصلنا لحد ومشينا كده على الطريق ده مع بعض عرفت على رفقه في ال... في العربية دي في هذه السيارة تقريبا أربعة ولا حاجة كانوا رايحين الخرطوم كمان هم كمان من دونجولا وخدنا عربية خاصة مع بعض شاركناها مع بعض عشان نكمل لحد الخرطوم بس لقيت واحد منهم بقى هم السودانيين شعب جميل جدا شعب جميل جدا ناكل مع بعض نشرب مع بعض كأننا عارفين بعض من 10 عشر سنين 20 سنة مش لسه متعرفين دلوقتي بجد والله حاجه كده يعني حاجه جميله جدا مع انت شوف اسوان عندنا والنوبه وانت نازل اه طيبة والكرم والجمال آه. اه حقيقي اه كلنا حاجه واحده كلنا مكاننا طالعين مع بعض من نعرف بعض من سنين بجد فالطريق كله بقى. انا كنت هلكان انا كنت هلكان انا كنت مثلا لما ننزل في ال... في استراحه ال... كنت ما بصدق ان احنا ننزل في استراحه هم السودانيين ايه؟ السودانيين يحبوا الراحه قوي ويعزوا الراحه جدا ويقدروها لدرجه ان انت في الاستراحات تلاقي سراير، في محطات الأتوبيس تلاقي سراير، في الشوارع تلاقي سراير، قدام البيوت تلاقي سراير. السرير ده زي الكرسي بالظبط حضرتك. في السودان السرير بيستعمل زي الكرسي بالظبط، تلاقي السرير مش كرسي في اي مكان انت رايح تحجز هو ده سرير ولا زي عندنا في الصعيد قدام البيوت تلاقي فيه مصطبه كبيره؟ سرير يا باشا سرير 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 مش زي مصطبه دا. بس يعني، لا سرير مصطبه سرير كبيره سرير, سرير والله سرير أه. سرير حرفيا سرير من اللي احنا نفس السرير اللي احنا بنستخدمه هو سرير بس يعني بيتنقل بيتشال بيتنقل شي سرير فرداني اللي هو السرير بتاع الطفل او السرير اللي هو الفرداني ده سنجل سرير عادي كامل متكامل من غير بس مرتبه عليه زي معمول هتنام انت على حاجه معموله من الطبيعه يعني زي على الخوص الخوص, الخوص متضفر اه خوص متضفر فهو هم كانوا كل شويه يقفوا يرتاحوا هم كده نظامهم كده وانا كنت تعبان اصلا ده انا كنت بنزل هم يسندوني عشان اعرف امشي انا عامل زي الست اللي هي خارجه من عمليه وضع من كتر الايه التعب رجليا مش شايلاني مش قادر اتحرك عامل بمشي خطوه مؤلمه الخطوه الواحده مؤلمه طب انت التعب ده جاي ايه في تسلخات جاتلك ولا في فقفقه ولا لا رجليا كلها ومنطقه الفخذين دي مش تسلخات لا مجهده عضلات مجهده عضلات مجهده مجهده لدرجه ان انا الخطوه مؤلمه جدا العضلات نفسها انا مشيت كتير مشيت كتير جدا 14 ساعه متواصل وبكافح الرمله فيهم الرمله متعبه ماشي فيها مش زي ماشي على الاسفلت رجليك بتغرز في الرمل وتطلع تاني دي عمليه تكون انت مشيت في الوضع الطبيعي ثلاث خطوات مش خطوه واحده حاجه صعبه والعطش الاثنين مع بعض فانا كنت تعبان بس لما كانوا هم يروحوا بقى للمنطقه دي بتاعت مثلا الاستراحه او كده ويريحوا فانا كنت بقى مبسوط بناكل يقعدوا ياكلوا الاكل بتاعهم حلو السودانيين والفول السوداني بتاعهم حلو الفول في السودان اساسي مع كل وجبه اساسي مع كل وجبه في طبق صحن كبير كده فوق عشان كده سموه سوداني سوداني اه اه سوداني و... و... ولما قابلنا حد من ال... من ال... من, الشرطه ووقفنا لما كان يقابلنا حد يعني ما كانش بيوقفنا وكان بيسلم عليهم وكلهم عارفين الراجل ده الراجل ده بيشتغل على الطريق وعارفينه اتفضل انا مش عارف ايه وانا شكلي مش ملفت للنظر شكلي سوداني فعلا واحد بس اللي وقفنا وبصينا كده فانا خفت منه راح جاي سلم عليه وقال له على فكره في عاصفه رمليه فالطريق ممكن يبقى متغطي على بعد مش عارف كام كيلو بس كان بيحذر بس ده ده الوحيد اللي خفت منه عشان هو قرب الراجل ووقف وصلت لخرطوم في عائله سودانيه استضافتني هي عائله احد الاصدقاء عايشين في امريكا واعتبروني واحد منهم وهي عيله جدا جميله يعني بعتبرها عيلتي لحد دلوقتي طبعا في تواصل طبعا هم ناس جميله جدا بعتبره جزء من من عيلتي يعني حتى هم يعني يعني يعتبروا جزء من العيله فعلا يعني يعرفوا اهلي و... و يعني مش عارف مش عارف مش عارف اوصف لك يعني اللي عملوه معايا من... يعني من كرم و... وما حسيتش ان أنا غريب ابدا في الخرطوم انا حاولت ان انا اطلب مساعده من السفارات لكن ما حدش ساعدني كان ساعتها بحجه الكورونا يعني ان يعني اصلا كورونا فيش حد بيسافر او حاجه زي كده وطلبت برضو من الامم المتحده ان هي تخ... تعمل وضع طالب لجوء قالوا ده ما ينفعش هنا في السودان لان هنا ممنوع وزاره الداخليه منع العرب ان هم يعملوا طلب لجوء من هنا انا كنت عايز اي حاجه قانونيه امشي بيها في السودان عشان اعرف اتحرك عشان انا دلوقتي لو اتمسكت هتسلم على طول بالجواز المصري ده اللي ما فيهوش تاشيره ولا في اي حاجه داخل بالباراشوت بس انا كان عندي خطط بديله بقى يعني كنت عامل فيها تاجر برضو بيبيع حاجات وكده على باب الله وبتاع ويكرمش قرشين لاي حد يوقفه وحاجات زي كده يعني ايه على فكره انا كرمشت للدعم السريع قرشين على حدود التشاديه الدعم السريع نفسه وده كانت حاجه مرعبه وكان ماسك الحدود انا كنت انا انا هحكي لكم دلوقتي <applause> انا كنت حضيع في الحدود السودانيه التشاديه وكنت لوحدي تماما والوحيد اللي يعني بقى هناك بقى ايه في دارفور وفي الباك الغربيه دي اسمر, أسمر كمان من السودانيين اللي ايه التانيين اسمر من السودانيين اللي في الخرطوم لونهم اسمر فانا كنت بزولهم ابيض ابيض بقى يعني ما ايه مفيش ومناطق بقى ايه مناطق كلها عصابات خلي بالك للاسف دلوقتي اللي بيحصل فيها المجازر دلوقتي اللي احنا بنسمع عنها في الاخبار دي يعني للاسف الشديد يعني فالمناطق دي ما خارجه عن سلطه القانون بس الحدود السودانيه التشاديه بس بيأمنها الدعم السريع فانا انا عايز اقول لك انا طلع ديني عمال ما وصلت الحدود السودانيه التشاديه انا تعبت تعب تعب رهيب تعب لا يوصف تعب قاتل انا كنت بعيط من الالم بجد يعني هي رحله طويله جدا لو انت شفتها على الخريطه او شاركت جوجل ماب تتبعت خط السير بتاعها هي رحله طويله طويله جدا ومرهقه الى ابعد الحدود لا يوصف انا مش قادر اوصف المعاناه اللي عانتها بس فلما وصلت الحدود السودانيه التشاديه في حته اسمها تينا ممكن تلاقيها على جوجل ماب او ممكن انا اجيبها واشيرها انا عندي من هنا انا ممكن اعمل شير من عندي مم. ممكن تجيبها انت عشان كمان بالتشاور لنا على الاماكن هيبقى افضل لانك انت اللي عارف الاماكن اه اوكي اوكي هذا حاجه كتير يعني اوكي لحظة واحدة ان اللي هو الجوجل ايرف نعمل له شير نهي. نعمل له شير آه شير اهو ظاهر كده عندك الجوجل ايرث صح؟ تمام <applause> انت ده مثلا الجوجل جوجل ايرث دي دي خرطوم انا هنا الخرطوم اهي ورينا ورينا من الرحله وانت في مصر الحدود اللي عديتها حوالين بحيره ناصر وكده وكمل معانا اوكي دي بحيره ناصر اهي انا طالع من هنا اهي دي ابو سنبل دي ده انا كنت ساعه ما مع... رتبت الرحله دي كنت ببص في خريطه زي كده بالظبط زي ما انا بصف. فاتح جوجل ماب بص دي ابو سمبل ودي حلفه دي حلفه دي وادي حلفه فاهمني فدي المسافه اللي انا كنت المفروض اقطعها بس انا ما اقدرش امشي جنب البحيره ابدا لان مليانه مخابرات وحرس حدود كده ما ينفعش امشي كده لو ينفع كنت عملت كده انا قربت من من المنطقه دي سمعت صوت العساكر وهم بتوع الحرس الحدود وهم بيعملوا الشاي على لنا على الشاي ومش عارف مين كده يعني بس كانت الدنيا ضلمه ما شافونيش فانا ديلي في اسناني ورحت جاي واخدها كده كده واخدها كده هو كده في العرض واخد بالك في العرض عشان اضمن ان الايه اضمن ان انا ابعد عن كده وبعدين لفيت كده بقى كده رحت جاي داخل الحلفه يعني مشيت كده المناوره دي المناوره دي بقى هي اللي هلكتني والطبيعه زي ما انت شايف كده الطبيعه بتاعت المكان اسمها دي؟ رمليه يعني وصخريه وبعدين هنا في حلفه دي بقى لو وصلت في الشمال هنا لما وصلت وصلت في الشمال هنا عند المقابر يمكن يمكن هنا معرفش في, في الاماكن دي يمكن هنا معرف المهم ان الراجل ده انا نقلني للسوق وفي السوق هنا في وسط البلد انا غيرت الفلوس بتاعتي و... وركبت الدونجولا دونجولا دونجولا هنا دونجولا 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 فين دونجولا دون جولة في نص الطريق يعني بس انا مش لاقيها هنا مش عارف ليه مش لاقيها هنا طب بس كده نزلت جامد اه بس كنت راكب بقى ساعتها مش بمشي كنت راكب بعربيه عاديه جدا هنا الخرطوم قضيت فيها شهر يعني انا رحت عند العيله دي قعدت مده وبعدين اجرت سكن قريب منهم قعدت فيه حوالي شهر واحاول أـ يعني أـ يعني ما اتجنب ان انا اكمل لتونس بنفس الطريقه رحت للسفارات قدمت في السفاره السويسريه الملف بتاع. ساعدتني في كده برضو اللي هي يعني كانت خطيبتي لانها بعتت ليهم رسلتهم من من تونس يعني بعتت لهم القصه يعني وهي بتتكلم الفرنسيه وبتتكلم الانجليزيه فده ساعدنا في ان احنا نتواصل مع سفارات كتير يعني آه 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 بعد كده بقى لما خلاص مفيش مفر قررت ان انا ايه اروح للتشاد لازم اعدي على كوردوفان واعدي على دارفور, دارفور فركبت الاول لكوردوفان لان هو اللي انا فهمته ان انا لما اقطع الطريق هيبقى امن لان دايما عربيات المسافرين اللي هي المسافات الطويله بتتعرض للتفتيش اكتر لكن عربيات المسافات الصغيره كده فانا قطعت الطريق فوصلت الكردفان الاول وصلت للنهود مدينه اسمها النهود من غير اي مشاكل طريق وحش جدا اصلا طريق من الخرطوم كده طريق متهالك اصلا غير ادامي غير صالح للبشر اساسا اللي هو والسودان والم... مظلومه جدا في البنيه التحتيه بشكل يعني مخزي يعني وانا صراحه يعني يعني جدا على هذا الشعب من الظلم ده او من الاهمال ده بصراحه اللي هم عمر البشير السنين اللي قعدها في السودان فيها ما عملش اي حاجه خلى السودان مكانها والعالم كله بيتقدم حوالينها يعني عشان ودي رساله برضو الاخوه اللي هم بتوع الاسلام السياسي يعني اللي هم بيقولوا كده الارض جنه دول الاخوان المسلمين قعدوا في البلد خلوها صحر حقيقي يعني ركبت لحد هنا للنهود وبعدين ركبت من النهود للفاشر دي الفاشر وصلت الفاشر بالليل طبعا وسائل المواصلات ما اقدرش اقول لك بقى ومن الفاشر من الفاشر أن انا بقيت في في ده اقذر مما تتخيل فظيعه جدا بشع <applause> ما ما شفتش زيها في حياتي بقيت فيها كنت بعد زي قلت لو نمت في العراق كان يبقى احسن بس يعني عشان الواحد بقاش مكشوف يعني الناس ومن هناك ركبت لل ركبت عربيه بقى بتاعت مهربين او بتاعت مش مهربين بتاعت عربيه بتشحن حاجات للتينة معظمهم شغالين في تجاره البضائع المهربه من ليبيا والحاجات دي كلها اللي بيروح التينة ده بيبقى عايز يروح فين بيبقى عايز يروح ليبيا او تشاد او كلام من ده او يتاجر في حاجات او كده حاجه منطقه ما فيش سلطه ما في ديت اللي هتتجه ليها دي على حدود السودانيه التشاديه منطقة ما فيهاش غير العصابات وما فيهاش غير كده وما غير تجار التجار والتهريب والحاجات دي. فأنا رحت مع الناس دي في عربية سيئة جدا وعظم الواحد اتكسر من ال من الوضع ده، مسافة بقى كبيرة عمالة تمشي في طريق رملي ومفيش طرق معبدة عمالة تمشي كده للشمال في الأماكن دي. أماكن صعبة جدا. اتعذبت في الرحله دي عذاب كبير 12 ساعه في الطريق وصلنا بالليل طلعنا الصبح الساعه 8 9 وصلنا بالليل ما اعرفش الساعه كام بالظبط بس الدنيا كانت ضلمه يعني وصلنا التينه اللي هي التينه الشاديه اللي هي دي هي دي وهناك بقى انا ما اعرفش حد وما فيش بيوت هناك زي زي ما انت شايف كده دي مش بيوت دي خيام دي مش بيوت انت شايفها دي تند وخيام دي مش بيوت دي عبارة عن خيام السقف ده سقف تند أو خيمة فاهمني؟ وكلها تند بتاع مليانة ناس مليانة بضايع حاجات متهربة كلها من ليبيا جاية عن طريق برلين ودي حدود السودانية الأصفر ده الحدود السودانية التجارية أنا المفروض ما أوصل التينة دي أنزل بقى بالليل أمشي عد عد الحدود دي بس أنا كنت تعبان لدرجة إن أنا ما أمشي ولا خطوة بالليل فركنت في مكان كده نمت صحيت لقيت واحد من بتوع الدعم السريع فوق دماغي نمت في مخزن كده ف واقف كده وساكت ما بيقولش اي حاجه مكتوب عليه لابس البتاع الطاقيه الحمراء بتاعتهم دي ومكتوب عليه هنا فدائي فانا قلت ايه ده مصر تاني بعد كل ده يعني بس يعني الفلوس بتحل المشاكل في الحكايه دي عشان كده انا شطبت الفلوس بتاعتي على الحدود السودانيه التشاديه وكملت بقيه الرحله بتاعتي لحد زليتا الليبيه من غير ولا مليم في جيبي يعني انا فلست تماما المو... ده خد مبلغ اللي هو في كذا واحد جالك بتديله ولا بيساوموك على المبلغ فلغايه ما خدوا كل فلوسك ولا ايه؟ هو هو ده أخذ له مبلغ محترم وبعدين مشى معايا لحد قرب الحدود التشادية على رجلينا لحد حدود التشادية وبعدين لما بعد كده سابني ومشى من غير ولا كلمة سابني ومشى عشان أنا أكمل بقية يعني أنا كنت ماشي معاه في حمايته لحد الحدود الإيه؟ ما فيش بقى حدود هناك حارس حدود وكلام من ده هي مدينة واحدة زي ما أنت شايف كده التينة دي التينة التشادية ودي التينة السودانية اللي جنب بعض دول زي ما أنت شايفهم الناحية انا مشيت من هنا لهنا بس ديت كانت اقصر رحله تخطي الحدود عملتها اصلا ما تعبتش فيها يعني هنا هناك بقى في في المنطقه دي انا عايز عربيه تنقلني ل انا عايز اروح ال... كان خطيت ان انا اروح ال... النيجر وبعدين اروح ال... الجزائر وبعدين ادخل بعيد عن ليبيا خالص كنت خايف جدا من ليبيا اصلا فكان خطيت ان انا اروح كده للنيجر هنا ومن النيجر دي اروح للجزائر وبعدين ادخل تونس من الغرب من هنا ده كل ده كنت مخطط له على الخريطه حته اسمها نفضه مدينتين واحده في تونس وواحدة في الجزائر جنب بعض جدا ده اللي كان كنت هدخل من الغرب بس لما الناس دي لما هنا في ال... في تشاد هنا في التينه دي خسرت فلوس لان برضو هنا في واحد قابلني انا ما اعرفش حد خالص فانا عايز حد وسيط مواصلات تمشيني جوه تشاد تشاد ما فيهاش طرق بقى خالص الشمال ده ما فيهوش طرق طرق رملية بعتلك صورة طرق رملية ما فيهاش غير صالحة للي هي تمشي فيها السيارات أساسا بس هم بيعتبروها طرق فأنا كان لازم أركب وسيلة مواصلات توصلني لحدود النيجر فالعربيات دي بتبقى عربيات نص نقل و بياخدوا مبلغ معين نظير ان هم يوصلوا مبلغ مواصلات عادي 25 25000 تقريبا سوداني حاجه تافهه يعني مبلغ مبلغ بالسوداني تافه مش عارف حق. بالتشادي ما كام عندهم الفرنك التشادي انا مش فاكر الاسعار بتاعت الحاجات دي بصراحه دولة الناس اللي مثلا دي صوره من من تشاده مثلا دول الناس اللي كنت الرفقة اللي كانت معايا. هدول آه ده في منطقة فيها لسه فيها خضرة لأن بقية الرحلة في تشاد في منطقة بقى إيه صحراء ما فيهاش حاجة اللي هي صحراء الصحراء الكبرى. آه هنا في في دي دفعت فلوس ازيد من اللازم على على اساس ان هي هتوصلني مكان معين وطلع الـ 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 الوسيط اللي وصلني ليه وطلع كذاب يعني ونصاب واخد هو ايه الفلوس لنفسي ومبقاش معايا فلوس تكمل لحد الايه لحد المنجم وقعدت انا في الفتره دي في تشاد من غير ولا مليم بقى قعدت ساعتها بقى انا يعني قعدت يعني مده طويله دي بنت شاد السوريه دي قعدت مده طويله صراحه باكل من النباتات في واحد, واحد نايم فوق الشجره ده انا ده ده انت اللي نايم فوق الشجره اه واحد من واحد هم واحد بقى من الناس دي السودانيين الناس دي كلها جميله جدا الناس اللي كانت معايا في الرحله السودانيين دول كلهم كانوا جمال كان زي اخواتي يعني يعني كانوا زي اخوه فعلا يعني ما كانوا يعني ناس جميله فالناس دي كانت رايحه تشتغل في المنجم يعني منجم يعني الذهب اللي هو في شمال الشاد هم صوروني وبعتوا لي الصوره ديت على على التليفون في ايه تاني كنت عايز اقول اه مثلا في تشاد شاد هنصور كتير انا جدا هبعت لك صوره تشوف نظري ازاي كنت وانا في السودان دي صوره وانا في كردوفان قريب كردوفان

مش متنكر قوي يعني بس يعني آه. ليش؟ <applause> هو آه. الصوره ديت اللي بعتها لك الثانيه دي بتاعت السراير اللي هي اللي بتبقى في الشوارع في السودان. دي السراير اللي اقول لك عليها. يعني ده موقف الاتوبيس والناس بتريح في انتظار الاتوبيسات. دي التوك توك بيقول عليه هناك الركشه، يعني الركشه. دي الصورة دي في مودرمان مدينة مودرمان بسيطة السودان جدا بس كنت هقول لك حياة برضو بسيطة أوي يعني مش دي من الأماكن اللي مريت عليها في وأنا رايح من الفاشر للطينة شوف ده ده حمام عمومي ده حمام عمومي ده لوسط الاخضر ده اللي في وسط الشجر ده خدت بالك انا قصدي ده نفسه الاخضر ده اللي في النص ده حمام ده المدخل بتاعه ده عباره ما فيهوش اي حاجه غير ان هو مكان كده ده الناس دي في سوق الناس دي اللي حوالينا ده ده سوق ده عباره عن سوق ده في دارفور يعني هو بس الخضره الحاجات الطبيعيه دي بس عشان تستخبى بس عشان ما تبقاش ظاهر اه ده حاجه تاني وبعد كده هي الارض ده المدخل بتاعه اه ده الـ ده السوبر ماركت بتاعهم ده السوق الماركت الهايبر بتاعهم ده اللي هو الكارفور بتاعهم السوق ده اللي هناك ده الناس دي كلها متجمعه عند السوق وده الحمام بتاع حياه بسيطه جدا ما تلاقيش بقى لا تغطيه تليفون تليفونيه تلفوني... شبكه ولا تلاقي اي حاجه هتلاقي حياه غريبه جدا <applause> بالطريقه عليه هتلاقي هيلاقي هتلاقي هنا في انت <applause> عارف المشهد بتاع احمد عبد العزيز اللي هو كان متنكر حاطط شنب فشال الشنب هو تحته شنب اه انا عاده ما ما عنديش شنب بس انا كنت يعني اعمل اي تغيير وخلاص ما بيبقاش الواحد بيتريقوا عليه يقول لك والله ما عرفتك بس لك والله ما عرفتك لا لا والله في تنكر احسن من كده والله كان في احسن من كده استنى استنى اقول لك لا واتعرفت كمان يعني كل كل الشغل ده واتعرفت انا اتعرفت في ليبيا اتعرفت في المكان ده غلط يا سيدي الفضل اتعرفت في المكان الوحيد ما بص الشبكه اللي انا لقطت منها في ليبيا اللي انا كنت لقيت الواي فاي بتاعها في ليبيا داخل منها على الانترنت علشان خاطر يا عيني ما عنديش اي وسيله اتواصل مع حد بص الشبكه اسمها ايه؟ شبكه داعش خدت لها سكرين شوت علشان خاطر اليوم دل... في يوم زي كده اعرضها في الجنوب في المناطق اللي هي كانت لسه فيها جيوب لداعش معرفش يمكن لحد دلوقتي يمكن يكون لسه اللي هي جيوب لداعش التليفون مقفول اسمها ده دا... الشركه نفسها اللي عامله الشبكه دابت دي دابت اسمها داعش داعشيه وفخر يفتخر طب ده انت انت ترجع مصر احسن انا ما انا اصلا ما انا لقيت نفسي في المكان ده غصب عني انا اصلا الرحله بقى بعد كده ما انا اصلا ما عايز ادخل ليبيا اساسا انا كنت عايز ادخل النيجر والجزائر وادخل تونس من الغرب انا اصلا كل ده هربان من ليبيا بس انا دخلت ليبيا علشان خاطر انا معيش لا فلوس ووصلت انا المنجم بتاع ده دوت 10 ايام ما فيش اكل تقريبا باكل نبأ وباكل حاجات من الشجر وفي رحله مرهقه وتعبان تعب وهلكان ورحت وصلت المنجم من ده 35 اللي هو في المثلث ما بين اللي هو النيجر وتشاد وليبيا. المكان ده ما فيهوش كان فيه عاصفه ترابيه ومفيش مكان استخبى فيه منها. الرمله بتردم وتدخل جوه بقه ومناخيره وتدخل وعاصفه رهيبه ومفيش مكان ومفيش بيوت اصلا والناس كلها اللي قاعده هناك عايشه في خيام في السودة بتاع كوريا المنجم اللي هو منجم 35 منجم ذهب بس مفيش اي امكانيات ناس بسيطه بتطلع بتنقب على الذهب بالشواكيش بيجوا الناس من ليبيا ياخدوا الذهب ده يشتروه منهم والعمله المتداوله ذهب مفيش فلوس العمله المتداوله الذهب هم بيجيبوا لهم بضاعه المنجم ده وياخدوا بدلها ذهب وال... وهناك مفيش مكان للعملات وانا لا معايا عمله ولا معايا ذهب معيش حاجه خالص انا معيش حاجه خالص نهائي لو عايز اروح الناجر محتاج فلوس عرضت التليفون بتاعي ده بتاع الرحله ده كله مع انه غالي عليا جدا وعليه صور الرحله كلها عرضته للبيع ما جابش حاجه مش عارفين قيمته حتى فاهمني؟ لا وغير كده انت انت بتستخدم تليفون للتواصل والكلام ده ب... يعني ما, ما انا ما... اعمل ما... يعني... ايه؟ اه تتوب غيره إيه؟ يعني هو ده البوصله بتاعتك وضع... انا في وضع سيء جدا انا في وضع سيء جدا ما انا في وضع سيء جدا يا اكمل رحلتي باي طريقه يا اما ارجع او 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 اموت هنا ما انا تعبان مرهق من رحله اصلا ما تعرفش التعب فيها دي. مرهقه جدا رحله مرهقه جدا جدا في الصحراء عديت الصحراء الغربيه الصحراء الكبرى بالعرض رحله وحشه جدا و... 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 وعطشت تاني مرة هبقى اعرض الفيديوهات لان انا مصور فيديوهات كتير مرة هبعتلك لك الحاجات دي ونبقى نعملها. العربيات دي متهالكة اللي بنقولها العربية اتكسرت العربية خبطت في صخرة ما فيش طريق خبطت في صخرة طار بتاع تحت وطار ستة من العربية ستة طاروا من العربية وهي ماشية واحنا ماشيين ستة طاروا كده. ومعانا واحد عنده مصاب بالملاريا والمكان اللي بنعطي 29 شخص مع بضاعه متهربه بضاعه اغذيه حبوب معينه بيبقى بيعطوها ليبيا أخذ نص العربيه واحنا فوق البضاعه دي من فوق 29 واحد انت انا من كتر ما انت قاعد وعضمك في عضم الناس بالساعات انت انت بتتعض على بالالم بتكز على سنانك بتعض على ايدك من كتر الالم حاجه صعبه جدا ده بالاضافه الى أنا... احتمال انك انت تاخد امراض يعني مع الناس اللي برضه حواليك آه. دي اه طبعا آه. <applause> ناس ملاريا وبعد كده واحد تاني جاله ملاريا برضه وبدا الناس تعيا وبعدين العربيه لما كسرت بقى احنا في الصحراء كده ولا ميه وميه خلصت اللي معانا عندنا براميل ميه خلصت الميه واحنا قاعدين في الصحراء مفيش لازم نستخبى بعيد عن الطريق لان الطريق مليان قطاع طرق وحراميه يعني تريم ليها حرمية يعني احنا واحنا معديين عدينا على عربية الناس اللي فيها مقتولين والعربية متفضية متفضية من كل حاجة حتى الكاوتش بتاعهم واخدينه مفضيين العربية مخلينا شوية صاج وضربين الناس فيها الرصاص لسه باين في في الازاز و... و, و كل ما بقى... بس هم ليه موتوا الناس موتوا الناس عشان يوقفوهم وبعدين التانيين قاوموهم والناس حتى اللي معاها العربيات دي جايبينها من ليبيا تهريب يعني هم بيجيبوا العربيات من ليبيا تهريب يهربوها تلاقي حربيات ماشيه قوافل كلها جايه تهريب للسودان من ليبيا فالتانيين بيطلعوا عليهم دول مسلحين معاهم اسلحه عشان يدافعوا عن نفسهم في الطريق بيشتبكوا معاهم وينفضوا العربيه في تشاد العصابات ينفضوها يعني كده. طول ما هم طلعوا بتبقى في مواجهه مسلحه واللي يغلب ياخد اللي مع التاني بالظبط كده ما هو عشان يوقفوا اصلا بيضرب عليه نار اساسا فانت في مكان احنا كنا بن... لما العربيه اتكسرت نبعد عن الناس اصلا مش نقرب منهم نطلب منهم النجده وقعدنا من غير ميه ورحنا في الاخر بقى على بعد مش عارف كام كيلو لقينا بير ميه و... و... عايز اقول لك انا كنت بقى في 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 في, السودان كان اسمي شادي في ال... في ال... والرحله دي كان محدش عارف اسمي الحقيقي كل ده شادي آه... كانوا سوري في في, ال... في السودان بس انا قلت لهم انا انا ايه انا انا ليبي آ... هم عارفين ان انا مصري الشباب التشادين يشوفوني يقولوا لي سوري بس انا اقول لهم لا انا ليبي لان كنت بتكلم باللهجه الليبيه وعارف ان التشادين بيخافوا من من الليبيين في تشاد كل ليبي بيعملوا له بيعملوا له وزن يعني بيخافوا منه الليبيين معروفين ان هم يعني ما عندهمش تفاهم فاحنا مره رحنا في بير ما رضوش يسقوا ما رضوش يسقونا خالص منه ما رضوش يسقوا حد كل واحد كل واحد يروح الشباب اللي معانا السودانيين يروحوا يطلبوا شويه ميه ما رضوش يدوهم، واقفين على البير ما رضوش يدوهم. يعني في ناس واقفه على بير وناس بتطلب منهم ميه يقولوا لهم لا؟ لا. لا بير بتاع الجمال، الجمال الجمال هم عمالين يسقوا الابل بتاعتهم تشرب كميه كبيره جدا من من الميه. وهم عايزين يسقوا في الجمال بتاعتهم طابور جمال كبير قافله جمال لا بس البير مش هتخلص من الجمال يعني. اه مش عاوزين يسقوهم، مش عاوزين، قال لك لا. قالوا لا، كل واحد فيهم قلت له يا رمضان روح ما الم... لا قلت لهم انا هروح انا رحت انا كلمتهم بالليبي قلت لهم بالامر قلت لهم ادوا لي عبوا لي ميه عبوا لي ميه ادوا ميه بيخافوا من الليبي، الليبيين فانا عملت الحكايه دي فسحلناها بقى فانا بقيت الليبي اللي في الايه؟ في الـ بدل ما كانوا بيخافوا مني كانوا بيعتبروني نقطه ضعف عندهم عشان ابيض يقولوا لي انت هتكشفنا كلنا وحتى يعني حتى خلينا كلنا عرضة للخطر بقى, دلوقتي انا ميزه بالنسبه لهم عشان الليبي الوحيد اللي معاهم كنت اتكلم ليبي كويس وشكلي شبه الليبيين مش شبه السودانيين قول حاجة ليبي كده ندوي 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 ليبي هم الليبيين بيتكلموا كمان مش بس بال مش بس يعني مش بس بيتكلموا مش بس لهم كلمات لا لهم طريقة في الكلام كمان أنا بعرف أقلدها لهم طريقة كده بيتكلموا عمقهم كده فاهمني؟ فساعتها في الموقف أنا كنت بـ يعني قول لنا طب الموقف ده لما رحت اتطلبت منهم بالليبي اه نبي اه نبي مويه أنا بقالي سنتين في في إيطاليا بتعلم إيطاليا آه أرنست والله وأنا عايز أرجعك للليبي أه وأنا وأنا مش فاكر أنا بس أنا ساعتها اتكلمت آه معاهم ليبي وفي حاجة أنا ساعتها أنا دلوقتي مثلا آه آه أنا دلوقتي مثلا بتكلم ممكن يبقى في ليبيين فيفهموا ان الكلمه دي مش ليبي قوي يعني بس هناك في تشاد ما بيعرفوش اصلا اللهجه الليبيه قوي بالشبه فاهمني لانهم اصلا هناك بيعرفوا عربي وفرنساوي لما حد يفهموا ليبي لكن مش هيفهموا لو في لكنه في الكلام فاهمني فانا كنت <applause> طبعا انت مش هتعمل ليبي على ليبي <applause> ايوه لا ما انا هقول لك ما جاء موقف بعد كده جاء موقف بعد كده هقول لك انا <applause> جاوب قبل كده ما رضيتش اعمل في ليبيا على ليبيا، هحكي لك، <applause> هيجي يعني. أنا أصلاً لما دخلت ليبيا أنا كنت خايف من أنا كنت خايف أدخل ليبيا من من السلومة عشان حفتر وكده. أنا عديت لما دخلت ليبيا من 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 شمال تشاد، عديت على أربع بوابات لحفتر، أربع بوابات أمنيه لحفتر. وما اتكلمتش ولا كلمة. ما اتكلمتش فيها ولا كلمة علشان خاطر الليبي بتاعي غير بس شين حالك باهي شين حالك باهي آه. آه. أه أو الحمد لله أو كده فاهمني أو صحيتك مثلا كلمات زي إيه صحيت منور كده حاجات زي كده فاهمني بس يعني لكن ما أقدرش أفتح بقي أتكلم أكتر من كده عشان ما أعرفش إن أنا مصري كنت شايل سلاح كمان داخل داخل البوابة ومعايا سلاح كالشنكوف هقول لك ليه هقول لك ليه ما هي قصة ما مش كده هقول لك ليه أصلا انا لما وصلت المنجم ده ما كانش معايا ولا مليم منجم 35 ده وعلى الحدود انا ما اعرفش اروح الناجر فاعمل ايه فسالت عن الناس اعرف اتفاهم معاهم عرفت على واحد موريتاني هناك في المكان ده قلت له انا يعني عايز حتى اتواصل مع حد او كده احول فلوس اللي هنا معيش فلوس ف لي تعالى وخدني وداني عند ناس مصريين بيبيعوا خضار وفاكهه وكده ودول اختبوا في امري يعني بس ايه مش لدرجه ان هم يعني ايه دققوا قوي بس هم يعني القصه بتاعتي مع انا كنت بحكي قصه غريبه قوي في الرحله دي كلها ان انا عايز اروح لمراتي ودي حقيقة دي حقيقة بس أنا مش ممنوع من السفر بقى قلت لهم أنا الحدود مقفولة عشان الكورونا ساعتها كان في كورونا فده الكذبة اللي كانت في الموضوع بس كانت ضرورية جدا يعني بس هم المصريين مش مقتنعين قوي بالحكاية دي قال طب ما أنت كنت ممكن تروح آه يعني مش معقول هتضحي بعمرك كله وتمشي المسافة دي كلها علشان الكورونا كنت هتستنى يمكن يجي الفرج فاهمني أو أي حاجة كده كنت لهم مراتي وعيالي في تونس وكده بس يعني على كل حال المصريين دول بالصدفه كان عندهم شاب ليبي بي 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 يعني بيجيب لهم الخضار وبياخد منهم ذهب هو بقى الذهب ده بيعالجوه في في مدينه القطرون في جنوب ليبيا وهكذا فهو بالصدفه كان قاعد وسمع الايه الحكايه فقال لي ما بلاش انت مش رايح تونس قلت قال لي طب تروح عن طريق ليبيا بلاش الجزائر انا 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 كده كده نازل ليبيا وعايز حد معايا في الطريق شاب جميل طيب هو يعني كان رفيق في الطريق المهم كان اول مره اتعرف عليه يعني ما مش عايز اقول اسمه برضو هو ما يعرفش حاجه خالص هو عارف نفس القصه دي فقال لي تعالى معايا ف ركبنا العربيه اللي هي الدبابه دي بتاعتهم النص نقل دي وهو معاه بقى ومعاه حاجات من كده هو عايز حد معاه لان لوحده طريق خطير جدا. فهو قال لي ايه؟ تعال انا ادخلك ومن هناك نتصرف. من هناك ممكن حد يحول لك فلوس. قلت له ماشي. مفيش قدامي غير كده خلي بالك. وركبت معاه العربيه مشينا شويه طلعنا من الحدود التشاديه. هو معاه دهب ماشي بسرعه الصاروخ، ماشي بالعربيه بسرعه الصاروخ، ماشي؟ العربية في الرملة بتمشي بالعرض وبالطول، العربية عاملة زي المركب العربية من كتر السرعة في الرمل تمشي تمشي بالطول وتمشي بالعرض كمان كتر السرعة، طلع الكلاشينكوف هو وعطاهوني، قال لي امسك، قلت له انا عمري بس... قال لي امسك ده ضروري دلوقتي امسك امسك قال لي بقى احنا لو احنا هنعدي دلوقتي على منطقة للمعارضة الشديدة دول معاهم اسلحة ثقيلة ودول هي منطقه المعدة التشاديه في قلب ليبيا كان حفظ كان كان القذافي يعمل لهم يعني مكان معين هم بقى موجودين في الجبال وكده بس بيعملوا ايه بقى دلوقتي؟ بيجوا على القوافل اللي بتيجي ديت او المهربين او الناس اللي معاهم ده بيهاجموها بيهاجموها وياخدوا اللي معاها فقال لي دول دول لو هاجمونا احنا مش هنعرف نعمل معاهم حاجه فدول حن احنا ونصيبنا بس احنا لو عدينا بعد كده وحد هاجمنا بقى من الناس اللي بيين بعد كده المرحله ديت هنقدر ن... ندافع عن نفسنا بالسلاح اللي معانا ليه لان دول هم معاهم كريشينكوف واحنا معانا زيه كريشينكوف زيه وهو الشخص ده عايش حياته كلها واكل عيشه على الرحله دي دول عم. على الرحله دي اه على الرحله دي بس هو خبير جدا بيها خبير جدا بيها عربيه ماشيه في, ال... في الرمله وفي الصحراء زي السكينه في الحلاوه يعني طاير العداد كان بيجيب 160 في الرمله 160 انا مصور الفيديو العداد بصور العداد بتاعه بالفيديو وهو مشغل عامل زي ما يكون شغل اغاني عربيه ومعلي جامد على الاخر معلي على الاخر يخرم وده واحد ماسك البتاع وماشي زي المجنون زي المجنون وهو بيقول لي احنا لازم نمشي بسرعه عشان نعدي المكان ده عشان كده وصلنا للقطرون في وقت قياسي يعني في النهايه وخلصنا من الرعب ده بس انا ما اعرفش حد في القطرون خالص هناك يعني بقى في القطرون انا بقى ايه؟ مسكت بقى اتعرفوا عليا بقى في القطرون دي المدينه دي كلها ارهابيين قطرون في الجنوب كلها ارهابيين للاسف آه. آه. يعني لا اللهجة الليبية قريبة من من اللهجة التونسية بس ال... بس ال... الشرق برضه ليه لكنة شوية معينة والغرب ليه لكنة قريبة أكتر من التونسية الشرق ممكن أقرب ل... يعني فيها من المصرية أكتر من من الغرب التونسية. اه فانا في ال في القترون. الشخص ده سلبني الناس علشان ابات عندهم لان دلوقتي انا في الشارع لحد ما اعرف حد يحول لي فلوس على القطرون فالناس دي هي اللي اتعرفت عليا و ما كانوا مصريين؟ كانوا مصريين تتعرف عليا ف هو قالوش ان هو اتعرف عليا انا حكيت لهم القصه الفكسانه دي كان كان هدومي ديت عليها طينه طبق طبقات من الطينه والتراب وال... لو عضها كلب يموت هدومي سيئه جدا وحال لا يرثى له فهم قالوا لي ما حاجه خالص لا فلوس ولا لبس ولا اي حاجه ما اي حاجه خالص غير هدومي ديت والتليفون حتى الباور بانك سرقوه مني في في تشاد وحتى الـ بتاع معيش حاجه خالص مش التليفون والشاحن بتاعه وبس وجواز السفر ومخبي طبعا جواز السفر وكنت اه المهم انا غيرت هدومي بتاعي من التعب من التعب حتى بقالي مده ما باكلش فما اه الشخص ده كان جايب جاب اكل لهم علشان خاطر انا اتعشى وكده انا ما اكل لان معدتي مش بتقبل اكل بعد المده دي كلها ما بتاكلش ما تقدرش تحط اي حاجه في معدتك فما كنتش قادر حتى اكل رحت غسلت الهدوم بتاعتي من كتر التين اللي فيها حطيتها في في الغساله مش عاوزة تنضف طلع ديني وانا بغسلها اصلا كذا ساعه فتعبت اكتر وبعدين الجو كان برد بقى في ليبيا مختلف عن كده ومع الـ مع الوقت ده احنا عاملين ندخل في الشتاء فالجو برد اصلا فتعبت مرضت ونمت على هذا الوضع هم اعطوني هدوم من عندهم الناس دي ونمت وهم بقى كانوا وانا نايم بقى هم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيتفرجوا على الفيديوهات بقى بتاعتي كانوا بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي اتفرجوا على فيديوهات التجويد والحاجات دي بس هم غضبانين جدا هم اصلا غضبانين جدا جدا في الاساس عشان ان انا كذبت عليهم وحكيت لهم قصه مختلفه وان انا هذا الشخص وان هم دلوقتي اصلا مترددين في اللي هو شايف ان هو المفروض يدوني يسلموني للداعش واللي هو بيقول لا نسيبه يمشي واللي هو اصلا عندهم نقمه اصلا عليا جامده هم اصلا متدينين جدا وعندهم نقمه ان انا كمان هعرضهم للخطر لإن أنا لو حد شافني عندهم هيتهمهم إن أنا إن هم آوني ويقتلوهم. فهم عندهم نقمة وغضب وهم إيه أنت مش عارف أنت عملت لنا إيه ومش عارف أنت جيت فين أصلاً وأنت مش عارف أي حاجة. يعني هم متضايقين جداً. أنا استغربت إن هم عرفوني بعد كل بس أنا يعني 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 أنا استغربت أنا اتضايقت جداً إن هم عرفوني يعني. يعني ضايقت جدا وهو ضايقت اصلا ان هو الراجل ده وداني عند عند ناس مصريين اساسا بس ما كانش في قدامي حاجه غير ان انا ايه اقبل كده مفيش مكان تاني استخبى فيه لو مشيت في الشارع اصلا لحرس الجيش الوطني الليبي هي لما كان معايا دي بيدافع العربيه لما وصلنا لجاترون كل شويه ندخل بوابه لحفتر الناس بتوع حفتر بقول لك عديت على بوابه حفتر محطوط علم ليبي مرفوع مكتوب الجيش الوطني الليبي اللي هو جيش حفتر كان يعني بيجي بيجي في الكمين بس الراجل ده كان صاحبهم كلهم يقعد يتكلم معاهم هو يسلم يكلمهم كلمتين كده ازيك مش عارف ايه شن حالك باهي وكده شن احوالك باهي الحمد لله وكلام دوت بعيد عن اللي اي ايه ايه تفاصيل في ف وكان يعني ضغطوا عليه ان هم في مره ينزلوا يشيشوا معاه وانا رفضت يعني عشان يعني انا هو هتكشف المهم الموقف ده أه مع الناس المصريين دول أه هم أه طبعا قالوا احنا هنستنى لما يشوف الموضوع هنشوف الفجر هيصلي ولا لا هنستنى هيصلي الفجر ولا انا ما اعرفش انا كنت تعبان جدا ومش مركز من التعب ومش عارف انهم اكتشفوني اصلا فما الفجر بصراحه ما صليتش انا صحيت بعد صحيت الساعه سبعة الصبح واصلا كنت صاحي اصلا تعبان وما حد في البيت خالص هم كانوا مخلين واحد منهم يراقبني حصل لي ولا مش حصل لما اصحى قاعد ما رحش الشغل ولا راح اي حاجه وقاعد مستني يشوف حصل ولا لا ف بص كده بغضب وقال انت هتنزل هتنزل ت... كلمت طريقه وحشه جدا وبعدين قال لي أنت صليت الفجر. فقلت له اه صليت الفجر. قلت له أنا صليت الفجر. ده الخطأ القاتل. اه قلت له لا اه صليت الفجر. فقال لي أنا ما شفتكش بتصلي الفجر، قلت له لا بس أنا صليت. قال لي بس أنا ما شفتكش، قلت له لا أنا صليت. أنت هتشككني في نفسي ولا إيه؟ انا اصلا تعبان انا نايم تعبان اصلا وتعب انا عايز... طلع عيني في صليت ولا ما صليتش انا انت شفتني ف... فعملت فيها ان انا يعني ايه تايه عن يعني ان انا صليت ولا ما صليتش فاهمني قلت لو كده الواحد يصلي تاني مش هيخسر حاجه وصليت فجر نزلت بقى لل قبل بقى هتقابل شخص معين يعني الشخص ده الكبير بتاعهم يعني ف هو رضاش ينزل معايا الشارع هو عشان ما حدش يشوفني معاه في الشارع حدش من الداعش يعني يشوفني معاه في مع الراجل ده في الشارع يقولوا ان احنا نقويه وصف لي المكان قال لي هتنزل تمشي يمين في شمال كده هتروح تلاقي فلان مستنيك ما تعملش اي حاجه غير انت تروح عنده بس رحت لقيته واقف طبعا هو قال لي قال انت في منطقه داعش دلوقتي داعش اه قال لي انت في منطقه فيها جيوب لداعش فيها ناس لداعش خلايا لداعش فيها مدنيين لداعش وفيها في نفس الوقت النفوذ للجيش الوطني الليبي حفتر الكلام ده في الجنوب في جيوب لداعش وفي سيطره على الـ على, الـ على 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 احياء مدنيه عن طريق اللي هي الحضنه الشعبيه ليهم يعني اللي في اللي في يعني داعش هي المسيطرة على المنطقة لكن سايبة نفوذ داعش وخلايا داعش داخل منطقة نفوذ ال حفتر حفتر تعتبر جيوب يعني اه لا جيوب بس مش منفصلة يعني منفصلة لأن في حاضنة شعبية في المدينة نفسها م. منهم الناس الناس دول نفسهم اللي أنا كنت عندهم لأنهم قالوا لي إحنا مش أقل تدينا منهم يعني هو قال لي احنا مش اقل تدينا منهم، واحنا لو في شك عندنا ان انت ما رجعتش للاسلام ما كناش هنسيبك، كنا هنسلمك ليهم. هو قال لي انت اصلا اولا كده قال لي انت مش انت احمد حرقان ومش مش رايح تونس علشان خاطر في القصه اللي انت قلت عليها دي انت كنت مضرب عن الطعام واتمنعت من السفر علشان كذا 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 وسافرت بالطريقه ديت ووصلت للمكان ده. قلت له صح. قال لي انت كذبت عليه؟ قلت له اه. انا انا كذبت علشان خاطر لو ما كذبتش حياتك هتبقى في خطر. اضطريت ان انا اكذب. لكن انا ما بكذبش في ان انا رجعت للاسلام. فقال لي قلت له بص انا بح قلت له انا بحترمك. انت شخص ذكي. وانا بحترم جدا الانسان الذكي اللي بيشغل دماغه وانا بحترم جدا ان انت عرفت الحقيقه وانا بقى يعني بعتمد على انك انت تحسن التصرف بناء على حكمتك دي برضه ان انت عرفت الحقيقه وتحسن التصرف معايا انا راجل رجعت للاسلام والله العظيم <applause> و ويعني يعني آ... آ... طب رجعت للاسلام ليه بتسافر؟ هل هو اقتنع حتى لو كان حقيقي؟ بس عاد ممكن الحقيقه ما تتصدقش والكذب يتصدق انك انت عامل المشوار ده كله عشان تروح تقابل خطيبتك ما ممكن ده اللي قلت له انا من ممكن ان هو ده اللي يخليه يشك قلت إن له انا بس انا عندي زوجه في تونس والكلام ده هو هو طبعا شاف فيديوهات انا في فيديوهات قايل فيها ان انا عندي زوجه في تونس ولازم اسافر ليها يعني فهي قصه قصه ان انا دلوقتي واضحه بالنسبه لي هو انا عايز اسافر لزوجتي في تونس بس ممنوع من السفر مش 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 ممنوع بسبب الكورونا يعني وعشان انا ملحد اللي كان لنا شطوه قال لي على البرامج اللي طلعت فيها وقال لي على كل الحاجات دي وبعدين قال لي انا بصراحه احنا قعدنا كتير انا مش عارف انا محتار اعمل ايه معاك وانت اسات لينا كلنا لما كذبت علينا وحطيتنا كلنا في خطر انا لا مش اقل تدينه من الناس اللي اللي انا المفروض اسلمك ليهم دلوقتي قال لي الكلمه دي يعني بس انا خايف من ربنا ان انا تكون رجعت فعلا للاسلام وتلوك بس على كل حال انت مش هتطلع من ليبيا سليم قال لي كده قال لي انت راجل ميت قال لي انت مش هتطلع من ليبيا سليم انا هسيبك آه، وفعلا واعطاني فلوس كمان اعطاني مبلغ اركب بيه يعني وصول. هو على ان مفيش حد يدخل المنطقه بتاعتهم ويطلع سليم فبدل <applause> ما تيجي اول ما منه فيدي. ومن الممكن يكون هو آه. آه يظلم حد هو مسلم فعلا ويقتل مسلم فهيسيبك كده يبقى ولكن في الاخر انت مش طالع مش هتطلع حي اه فكده وفق بين الاثنين هو عنده حق بينه وبينك انا مش انا مستغرب ان انا طلعت من ده عايش فعلا يعني انا مستغرب فعلا ان طلعت من ليبيا عايش هو اعطاني مبلغ كمان اخ اخلع بيه من المنطقه اعطاني مبلغ المواصلات مواصلات من من القطرون لحد ام الارانب منطقه اسمها ام الارانب وام الارانب مش بعيده عن القطرون بس انا بقى طلعت من المنطقه بتاع من المنطقه دي كلها ممكن نعرض لك على الشاشه المسافه ما بين ام الارانب والقطرون انا انت انا مش لسه الشاشه معاك صح مظبوط ظاهره كده الخريطه اه هنا انا كنت هنا ده في المنجم هنا في المنطقه دي هنا في القطرون في ليبيا هي دي المسافه اللي احنا اللي مشيتها مع الاخ ده الليبي لحد القطرون مش باينه هنا في الخريطه قطرون اوكي قطرونا اهي هم الارانب اهي شايف شايف المسافه دي هي دي اللي هم اللي انا ركبت لما رحت هناك في احجز التذكره آآ آآ لقيت اللي قاعد في احجز هي عربيه ملاكي كده عاديه من اللي هي العربيات التويوتا دي فرحت لقيت الواقف ده بتاع الـ واحد برضه لابس بدله بتاعت الجيش الوطني الليبي قاعد في قلب المكتب نفسه بتاع حجز التذاكر، واحد عادي كده راجل كبير لابس الجاكيت بتاعه مكتوب عليه الجيش الوطني الليبي. فانا دخلت حاجات تذكره كلمت كليبي يعني بالكلمه يعني على قد مقدر. ما اقدر ما كلمش كتير يعني كلمت كام كلمه على جديش وكلام من دوت على عط... عطيت... عطيت له الفلوس من غير ما اسال من غير ما اساله وهي بكامل على اساس اللي هم قالوا لي عليه فدفعت له إن هم كانوا عايزين 80 قال لي لا 80 قلت له انا كل مره بركب ب 70 قلت له كده عشان خاطر يعني ايه لو كان عنده شك ولا حاجه يعرف ان انا بقى مثلا يعني مش جديد او مش غريب او اي حاجه قلت الكلمه دي وخلاص يعني فأوحت معاه يعني قال لي لا قلت له خلاص يا عم خدت من خدت من الوصل ده بتاع العربيه دي طلعت على ام الارانب ما عرفش حاجه في ام الارانب خالص نهائي بس جبت نظارة شمس كده وبتاع بتاعت اللي بيلبسوها بتاع مموهه بتاع جيش بيلبسوها على راسهم دي وقعدت جنب جنب سور كده جنب واحد بتاع تليفونات وافكر اعمل ايه ولا في فلوس ولا في حاجه وهنا بقى لقطت الشبكه بتاعت الدعاشيه وفكر وفخر ان دي اللي انا بعت لك الصوره بتاعتها دي المهم انت انت كلام شيكوف سبته هناك لا ده مش بتاعي مش بتاعي اه هو اداهولك بس التسليفه وبعد كده رجعته اداهولي آه. عشان الطريق نسا... للطريق فقط عشان خاطر لو حد هاجمنا نتعامل معاه اديهوله حتى يعني هو سايق مش هيمسكه بايده لو حد انا مش عارف اطلق بيه في 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 المنطقه دي بقى تعرفت على حد سوداني يعني و... وهو اللي يعني خلاني في مزرعه كده معينه قريبه من الارانب دي انا طبعا مش عايز اقول تفاصيل عشان ما ما هو مثلا او كده انا ما اعرفش الشخص ده اصلا يعني خالص قبل ما عنديش علم مسبق بيه ولا عمري عرفته الا من خلال الرحله يعني وقدرت ان انا احول الفلوس عشان اكمل بقى المبلغ ليه هو عشان دبر لي بقى رحله مع التهريب بقى مع جحيم المهربين بقى في ليبيا دي حاجه بقى في منتهى بتاع انا مش عارف اذا كان الوقت يسمح نكمل ولا عايز تكمل في وقت تاني ما اعرفش لا نكمل الجزء ده لغايه ما آه. خرجت من ليبيا يعني بس في نقطه مهمه في ليبيا برضو اللي هو الجحيم بتاع المهربين اللي هو انا في من من سابها انا رحت من الارانب دي لسابها ومن سابها بدات رحله مع المجرمين بتوع التهريب تهريب البشر دول المجرمين بكل معنى الكلمه اه بس انت ما معكش فلوس غير الفلوس اللي اداها لك صاحبنا ده اللي ما رضاش يقتلك وقال لك انت كده كده في مولاران بقى دي حولت فلوس حولت فلوس حد حول لي فلوس اه انت كانت لسه معاك فلوس حد حول لي فلوس في مولاران دي آه حد, حد حول لك فلوس على الراجل ده على الراجل ده كان ليا فلوس في وهي المناطق دي المناطق دي فيها بنوك وفيها تحويلات وفيها ليهم نظامهم في التحويلات ليهم نظامهم في التحويلات يعني حد شركات بدو حد بيدي له فلوس هنا مقابل حد يدي تاني فلوس هناك تحويل كده مش رسمي يعني مش ويسترن يونيون يعني بس هو ايه تحويل عرفي كده يعني في ناس بتدفع له فلوس في في المكان ده مقابل ناس بتدفع فلوس لحد تاني وهكذا في بضاعه رايحه وبضاعه جايه وكلام من ده كله تهريب يعني فالراجل ده حولت حولت فلوس من السودان عليه كان ليا مبلغ في السودان مع حد يعني وتحول لي الفلوس دي عليه لان كفتني لحد لحته اسمها الزنتان انا ليه كنت رايح الزنتان لان الزنتان دي انا كنت هروح منها المدينة انا شفتها على الخريطه برضو اسمها وازن مدينه حدوديه في ليبيا فكان لازم اروح الزنتان عشان اروح منها لوازن وازن هنا دي على حدود تونس انا في الخريطة شفت إن وازن دي أقرب نقطة في, في في تونس من من أقرب نقطة في ليبيا أقرب نقطة في ليبيا من أقرب نقطة في تونس دي وازن أهي وهنا قصادها على طول في الذهيبة قصاد وازن على طول في الذهيبة تونسية أهي دي الذهيبة فهم جنب بعض فانا عشان اروح وادن دي واروح منها للذهيبه دولت الحته دي كان لازم اروح للايه؟ للزنتان دي نالوت للزنتان فعشان اروح للزنتان بقى اخذت رحله مع المهربين رحله فظيعه مع الجماعات بتاع تهريب البشر المجرمين وشفت اللي هم بيعملوه في الناس يعني تعذيب و واجرام ما بعد اجرام يعني طب طيب في ناس كتير في الناس يعني ليه؟ يعني انا هقول لك انا اول حاجه هم بيحطونا في حاجه اسمها تركينه اول حاجه في سبعة هتحط فيها اول تركينه من التركينات دي بيحطونا احنا مين احنا هربانين اللي هم بيهربوهم افارقه يعني في افارقه مش بس انت في افارقه بتيجي وبتبقى دي نقطه من مناطق الانطلاق هم يا اما رايحين اوروبا يا اما رايحين اوروبا عن طريق ليبيا يا اما رايحين يشتغلوا في الشمال في طرابلس والمدن دي علشان خاطر يجيبوا فلوس عشان يروحوا اوروبا برضه. فكلهم في الاخر وجهتهم من هي اوروبا. بس كلهم بقى غلابه وافارقه يعني وفي انت معاهم؟ انا رحت معاهم الشخص ده دبر لي دبر لي رحله معاهم. هو اتضح ان هو برضو الشخص ده ليه علاقه بالتهريب يعني الشخص ده اللي هو تلقفني في ام الاران ده ليه علاقه بالتهريب فهو تقريبا عنده شبكه تهريب برضو ايه, إيه ما اعرفش عشان يعني مش متاكد انا اللي اعرفه ان هو لقيت لما مثلا المزرعه اللي انا رحت فيها دي لو اداني فيها دي لقيت في ناس كتير تتعامل معاه وبضاعه جايه وبضاعه رايحه وحاجات زي كده و... و... فهو نسق لي مع الناس ديت وخد مبلغ يعني هو خد مبلغ انا رحت ال لل... يعني هو انت كنت تقريبا الابيض الوحيد الباقي كله افارقه دي مشكله بقى لما رحت التركينه في سبعه سابني هو بقى هناك وهو اللي واخد الفلوس انا يعني الراجل ما اعطانيش حاجه خالص فلوس جت من السودان عليه هو ما ادانيش منها ولا مليم هو خدها كلها هو المفروض ياخد مبلغ معين خدها كلها ما ادانيش حاجه ف فوداني اللي هي اللي... هناك في التركينه أنا قاعد مستني وكلنا مستنيين لما يجي الفرج يجي العربية يجي الليبي بقى ده اللي هياخدنا يحشرنا في قلب التركينه دي اللي مشغلين فيها مشغلين فيها سودانيين اول تركينه كانوا مشغلين فيها ناس افارقه برضو يحرسوا ناس افارقه ممنوع حد يهرب انت في ازاي في السجن وانت مستني تيجي العربيه اللي هتشحنك العربيه لما جت نزل منها واحد ليبي قال لي ايه ده؟ سوري انت بتعمل ايه هنا؟ لا ده سوري ده سوري هذا الصيني. موضوع صيني موضوع صيني موضوعك صيني مش هينفع تيجي معاه ليه ما ينفع هو اصلا بيهربوا الافارقه انا فهمت كده بعدين باسعار رخيصه جدا ف لهم اسعار ثانيه والسوريين لهم اسعار مختلفه فهو ده حشرني مع الافارقه هو خد الفلوس كلها المفروض ان ده ده مش تخصصه هو بيهرب افارقه من المكان ده مش بيهرب بيض او مصري مش هياخدنا قال لي مش هاخد انا لو ما... كده انا كده ضعت انت عارف السبهه دي كلها وفي وفي الارانب وفي القاتلون طول الليل تسمع صوت ضرب نار طول الليل تسمع صوت ضرب نار وانا ان انا على الجو ده حرب مش مش بس حرب هم عراك وعصابات وحاجه زي. انت فعلا انا اول مره اسمع في حياتي صوت اطلاق رصاص بالشكل ده يعني والشوارع ال مخرمه والجدران تمشي في سبها وتمشي في الشوارع تلاقي الصفة مخ مخ المخ... والبيوت مخرمه من الكل 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 ال كل كل كان في عندهم استهلاك للذخيره جنوني كل حاجه مخرمه مكان مش امن وبعدين نعمل ايه طبعا دلوقتي انا مش هاخدك انا مش هاخدك يا عم مش انا استخبيت في وسط الأفرقة الافارقه دول وكانوا واقفين الطابور كده انا استخبيت حطيت وشي في وش دخلت وركبت العربيه دي دخلت وحشرت نفسي في وسطهم حشرت نفسي كان من السهل ان احشر نفسي في وسطهم ليه؟ لان هم بيحطوا الناس دي في قلب العربيه نص نقل كانها بضاعه ورا بيحطوهم زي ما بيحطوا عارف علبة التون القطعة واحدة دي؟ احنا محشورين فيها زي حتة التو... علبة التو... زي السمك في علبة التون القطعة واحدة دي. الناس الناس حرفيا مفيش أي فراغات ما بينهم، أنت أنت عظمك داخلة في عظم ال... الآخرين حرفيا. ف... ف.. وبعدين بعد كده بيغطوك بتاع بتاع غليظ اللي هو غطى الكفر بتاع العربية الثقيل اللي بيغطي فيه البضائع ده ويسحبوه بالحبال. عليك كأنك بضاعة. طب ده الناس تفطس تفطس ايه؟ ما انا بقول لك انا انا عايز اقول لك ده عذاب عذاب ده تعذيب عذاب رحله من العذاب رحله من العذاب مش بس كده مش بس كده في ناس بتئن من ال من ال من ال من, ال من, ال من, ال من الوضع ده انا شخصيا كنت بأن ينزلوا من سمعوا صوت ال هو ماشي في الصحراء وعمال يمشي كده وسمع صوت حد ممنوع حد يطلع صوت لو سمع صوت حد بينزل ويمسك حاجه عصاية حاجه حديد ويقعد يضرب بيها بشكل عشوائي فوق الناس عشان يسكتوا بعد كده فضلنا ماشيين بعد كده المشكله ان في مهربين تانيين بياخدوا بيخطفوا البشر لما يعرفوا ان في قافله تهريب بشر بيخطفوا البشر من البشر دول نفسهم بيخطفوهم منهم ويبيعوهم بيبيعوهم في تجاره اعضاء وفي في عصابات للتجاره بالاعضاء أنا الحاجات دي كنت بسمع عنها بس ما كنتش مصدقها قبل ما قبل ما اروح المكان ده لما رحت المكان ده وبعد كده رحت مفاضيه اللاجئين في, في تونس ومنظمات الحقوق هناك قالوا لك اه القصص اللي هي بتاعت تجاره الاعضاء دي قصص حقيقيه احنا عندنا بشاعات وقصص ابشع من كده بكتير من اللي انت بتحكيه المهم هو خايف اللي انت اللي انت لما كنت بتحكي كده انت كنت يعني جات لك منين معلومه ان هم بيخطفوا بشر وتجاره اعضاء وانا لما قالوا لك لا اللي اللي... لا. آه. لا هم آه. قالوا لي هنا الشباب دول قالوا لي كده وبعدين حصل الحكايه ان البشر بيخطفوا بشر مباشرة دي حصلت واحنا قاعدين احنا واحنا في العربيه ديت مشدوده علينا الحبال ديت سمعنا ضرب نار على العربيه بتاعتنا وبعدين وقف الراجل وبعدين جاي يتخانق مع ناس تانيين ليبيين هم عاوزين ياخدونا احنا منه وهو راح جاي قال لهم انا هضربهم بالرصاص كلهم اموتهم ومش هديها لكم انا هقتلهم كلهم مش هوديها على فكره احنا في الرحله دي بتاع التهريب دي عدينا على اماكن تركينات شفنا فيها ان في فيها اثار لعمليات اعدام جماعي للاجئين يعني انا شفت مشاهد تدل على ان حصل هنا فعلا اعدام جماعي للاجئين من الأغراض بتاعتهم اللي سايبينها من 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 الشباشب من اللبس الداخلي من والخارجي وكل أنواع كل أثار لجريمة اللي أنا شفته كمان أبشع من كده أنا شفت بعناية أبشع من من الأثار كمان إحنا وإحنا بعد كده هم مهرب بيسلم المهرب فده ودانا لتركينة ثانية في حتة اسمها الشويرف تركينا عبارة عن حتى محاصرة حتى في العراق بس محاصرة بتباب رملية وأشجار و... وصلنا بالليل طبعا احنا علشان نطلع من ال من من, ال من الرصة دي صعب جدا تطلع من الرصة دي الرصة اللي دي ديت احنا زي التونة احنا مش عارفين نطلع من بعض من كتر ما احنا ف... وهو الثاني الحيوان اللي هيستلم منه عمال يقول انزل انزل واحنا مش فاهمين حاجه اصلا هذا وعمال يضرب فيهم عشان يفكوا اصلا من بعض احنا مش عارفين ده حد عايز يمسك العربية ليه عشان احنا نطلع المهم انا طلعت هو معاك الشيف كده ضارب فيه عشان يشوف الناس المهم شافني انا اللي قابلت وسط سواء العربيه قال لي انت ازاي ركبت العربيه انت جاي منين انت جاي من ايه؟ انت سوري قال لي انت انت قال لي ركبت منين ايه؟ قال لي مع بعض ازاي انت ركبت العربيه فقلت له ركب... قلت لهم ركبني و... اخترت لهم اسم قلت له واحد اسمه مش عارف ايه كده تابعكم ركبني العربيه دي وهو خد الفلوس مين ده تعرف مش عارف ايه مش عارف ايه المهم قعدوا هم بقى مشغولين لانهم بيعملوا بسرعه قعدوا يضربوا في الناس عشوائي كل الناس اللي نازله الناس بعض يضربوا فيهم كلهم يضربوا فيهم كله واحد ماسك معاه ماسوره ايوه مصورة بس بيضربوا ليه؟ بيضربوا ليه؟ من غير حاجه من غير حاجه قعدوا يضربوا فيهم وبس وكله يمشي الناحيه دي وهم ساديين دول زمان بتاعتهم يعني هو تجارتهم ان هم بيحولوا من مكان ل بيضربهم في ما بينهم تسمع الصريخ وتسمع صوت الضرب والعصيان والح... والماسوره واحد منهم معاه ماسوره حديد واحد بيضرب بخشب واحد بيضرب بخشبه تسمع صوت الضربه انا عايز اقول لك في ناس بتموت منهم فعلا بمنتهى الغل بمنتهى الغل اللي بيضرب مهربين اللي بين دول امرهم يعني بشع جدا انا انا استنتجت مثلا ممكن يكون بيضربوهم للترويض عشان خاطر يقدروا يتحكموا فيه ما اعرفش ضرب بغل ضرب كله كله يمشي في اتجاه معين الاتجاه اللي هم ماشيين فيه ده مكان بيتبرزوا فيه وبيعملوا فيه بيبي كله يعمل بيبي ليهم علشان خاطر لما يرجعوهم تاني التركيبه ما حدش يطلب يروح يتحرك يفضلوا في اماكنهم بعدين راحوا رحنا كلنا المكان ده في واحد ضربه من كتر الضربه خدها وقع على الارض وقعد يصرخ قال لي امي كان معانا السودان والدم نازل زي النافوره من دماغه وده بيعاقبه على هو وقع وبيصرخ قاعد يضرب فيه لحد ما سكت خالص قاعد يضرب فيه لحد ما فقد الوعي او مات معرفش اعرفش لحد ما سكت بيعاقبه عشان بيصرخ عشان ضربه فعلا ضربه على دماغه بالماسوره جت في المهم اه رجعنا في ال... كده رجعنا للتركينه دي انا اه بعد كده جت عربيه تانية الصبح بقى احنا بيتنا في العراء في في المكان ده لحد ما جت عربيه تانية الصبح استلمت من الناس ديت وسلمتنا تركينه تانية وهكذا والقصه دي بقى بتتكرر بالبشاعه دي لحد ما وصلت انا للزنتان اتكررت كم مره كم كانتينا سلم واستلم تركينا آه... وآ... ااا و... كانت شوري في اول واحده وبعدين دي وبعدين دي ست مرات سبع مرات تقريبا ودي اخذت قد ايه وقت؟ كم يوم؟ خدت تقريبا ثلاث ايام حاجه زي كده طب ده دول ثلاث ايام انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان في معانا كنا سمينا رحله رحله لجهنم معانا ثلاث اطفال كان معانا اطفال في كل مره كان معانا اطفال وكان الجو برد جدا في ليبيا والعيال كانت بترتجف في البرد انا انا جبت البنطلون بتاعي قطعته قطعته عملت شورت وقطعته وخدت النص وعملته كمام لولد طفل قاعد بيرتجف من البرد عملت له كوم عشان خاطر ما عندوش حاجه من كتر البرد ناس بتتجف وأطفال دي بيح... في منها بيموت الاطفال اطفال صغيرين اهاليهم بعتهم من افريقيا عشان يروحوا اوروبا اطفال صغيرين اطفال اطفال مش 16 اطفال 10 سنين وحاجات من دي اطفال صغيره وجايين لوحدهم وحاجه صعبه جدا حاجه تقطع القلب يعني حاجه فظيعه يعني عايز اقول لك مش عارف يعني المفروض ان العالم انت كانت في خناقه وانتوا تحت ال... تحت الباش ده تحت الفرش اه متربضين علينا كانت في خناقه بين المهربين علينا احنا أنا أحنا 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 قال له اه التانيين عايزين يخطفونا منه قال له حق انا هضربهم أيوة. بالنار قال له انا هضربهم بالنار وما ادهمش ليك طب هو ليه ما كانش عايز يديله يعني ايه اللي الموقف ده يعني شحات عايز ياخذهم منه وعايز ياخذهم منه عايز يسرقهم منه وجت آه. بقى التانيه جت عربيتين تانيين تبع دوت وكلام من ده ودول هربوا القصه يعني احنا قاعدين بنسمع بس اه احنا قاعدين بنسمع مش فاهمين حاجه احنا بس قاعدين آه. آه. يعني هو هو لو سلمهم لكانتينا تاني للشخص التاني بياخد فلوس لكن لو دولا سرقوهم البضاعه انتوا آه يعني لو انت سرقتوا هو هيخسر فلوس التركينات دي التركينات دي شبكه كلها التركينات دي تبع شبكه معينه فده بيسلم ده بيسلم ده ما بينهم اتفاق لكن التاني ده هيخطفنا منه هيخطفنا منه ببلاش هنروح عليه فهو كده خسران في البضاعه يعني بس ف احنا 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 بضاعه كده احنا بضاعه لما وصلت بقى الزنتان ديت انا ما بقى مع المقربين بقى يعني انا رحت لوازن ديت في عربيه عادي ومن وازن انا انا رحت وازن دي في في في, في الزنتان طلبت من صديقي نضال يحول لي فلوس كان ليا فلوس زنيدال كان عامل فاوند مي هو اللي عمله لي يعني فهو جمع الفلوس اللي كانت لسه موجوده ليا هناك وبعتها لي كلها في في الزنتان انا اخذت تاكس لحد وازن على الحدود الليبيه دي الحدود الليبيه التونسيه هنا ووصلت بقى للاسف بدري وصلت الصبح وازن هي والذهبة هي بقية. وصلت بدري بقى ومش لاقي مكان استخبى فيه هنا ودي الحدود ففضلت مستخبي في حته كده كان جنب جامع او حته تبع جامع فناء كده تحت عربيه بتاعت اسمنت فضلت لحد مكان الساعه وصلت 12 يعني فضلت طول اليوم مستخبي في المكان ده لحد 12 بالليل كان المكان ده هنا المكان ده كان هنا كان ده هنا بعد ما الساعة جت 12 بالليل والناس نامت كلها رحت جاي انا ماشي كده بقى في الصحراء دي مشيت كده في الضلمة مفيش حد كان شايفني قعدت امشي بقى كده في مثلا مبنى زي ده او اي حاجة زي كده كنت ببعد عنها من بعيد وفي هنا زي اخدود كده بطول الحدود مش عارف اذا كان هو ده ولا لا بس في هنا خدود بتول الحدود يعني شق في الارض بطول الحدود اللي هو ده ده معمول بطول الحدود علشان خاطر ما حدش يعرف يعدي الحدود العربيات فده في ال... في ده كبير مش زي ما باين خريطه كده ده حاجه عميقه جدا كده عديتها دخلت نزلت فيه وعدي ومشيت فيه من تحت رحت جاي اعدي اتسلقت عديت الناحيه التانية وفضلت ماشي بقى لحد ما ماشي في كده مش كاميرات كانت موجوده ولا حاجه لا ضلمة بقى كل ده كان ضلمة مفيش قمر ودي ضلمة وأنا ماشي في الضلمة لوحدي لحد ما وصلت لحد هنا الزهيبة دي التونسية دخلت بقى كده بس يعني مش مش دايركت مشيت مع الم... ده معبر مشيت كده الأول شوية وبعدين جيت كده عشان المعبر ده يعني مشيت كده عملت مناورة بعيد عن المعبر ده خالص عشان النور بتاعه ما يكشفنيش لأنه في كشافات عالية جدا فأنا مشيت كده ورحت جاي ماشي كده ورحت جاي طالع داخل الزيبة كده من المنطقة دي وصرت الذهبه قبل الفجر بكام ساعه كده وصرت بالليل بس الناس كانت البلد كلها كانت نايمه فقعدت هنا في الحته دي كده في منطقه من دول يعني كده لحد ما طلع الفجر رحت خد يعني رحت الجامع وطلبت من شخص تونسي ان هو يديني التليفون بتاعي اعمل بيني مكالمه وكلمت بقى مين كلمت مرات قلت انا وصلت تونس كلمتها هي عرفت ان انا على طول الرقم بيتصل بيا الفجر رقم تونسي بيتصل بيا الفجر فمفيش حد هيتصل بيها فجر ورقم تونسي الا اذا كان اذا كان انا كلمت تقول... قالت لي احمد قلت لها كان طبعا ديت حاجه يعني اسطوريه يعني مفيش حد كان فاكر ان انا حوصل بالطريقه دي محدش كان متوقع اصلا محدش كان مستنين من كتر ما الموضوع منه يعني اه انت في تونس اه تخيل آه، رحت آه، في،, في في الرماده انا ركبت وعديت على لجنه شرطه سلمت نفسي ليهم بقى لان هم هم قالوا لي انت ورينا جوازك قلت لهم أنا... انا جاي متسلل ومعيش تاشيره وادي الجواز بتاعي ما تاشيره وداخل وظروفي كذا كذا ودول ودوني الامن الوطني هناك عملوا التحريات بتاعتهم وقالوا لي انت لازم تروح مفاوضيه اللاجئين في تونس او هتكتب اقرار على نفسك ان انت هتخرج من هنا تطلع على مفاوضيه اللاجئين في العاصمه تسجل نفسك فيها وبعدين وصلوني لل وصلوني لموقف لل... السيارات ووصلوا الناس عليا هناك في ال... كده السواق قالوا خلي بالك منه ووصلوا أمني وكده ووصلوا بامان ولو حصلت اي مشكله في الطريق اتصل بينا حد وقفك قول لهم المباحث او ال... الامن الوطني في, في الرماده هو ال... عمل تحريات وكلام ده وخليهم يكلموني لحد ما وصلت للعاصمه التونسيه الراجل الراجل قال لك انك لرجل ميت ولكن يعني ما متش ما متش يعني رغم كل الوجع اللي الواحد بيتخيله او حتى مجرد الكلمات نفسها مؤلمه جدا الا يعني اللي بيخفف وطئة الكلام ده وال والوجع ده هو انك انت انت اللي بتحكيه في النهايه صحيح يعني هو ده الشيء الكويس في القصه رحلتك بقى في تونس وعملت ايه في تونس فده يبقى المره الجايه نتكلم فيه اه تونس وايطاليا تونس مم. وايطاليا مم. تمام ولو بعد كده من ممكن بعض الاصدقاء لو عندهم اسئله نبقى نشوف الموضوع ده مم. المهم يعني معلش تعبناك ساعتين ونص وبعد كده تذكر الاشياء دي كلها مش من الشيء المبهج ولكن يعني كويس لتسجيله لان عشان الناس تتخيل يعني الرحله دي كانت قد ايه شاقه ودي ناس بتدفع كتير عشان الحريه احمد حرقان اذا كان لسه عايش ففي غيره ما نسمعش عنه حاجه اختفى سعيا للحريه وما سمعناش عنه حاجه في كان في شخص كان بيعمل تعليقات كتيره بيتكلم فيها على انه في ناس مصدقه وناس مش مصدقه والكلام ده كله بس هو يعني معاك ولكن يعني كانه بيوبخ الناس اللي بتقول ده انت اللي عملته ده وانت السبب وكان يعني في مسؤوليه عليك انت ليه عملت كده هو فانت يعني ايه والله اللي شفته ده تستاهله وده من كذا وكذا فيعني انا حابب اقول له ان مفيش حد بيعجب كل الناس يعني مفيش حد بيعجب كل الناس وما فيش تصرف عليه اجماع. فمش معقوله يعني ان انا هقعد ادور مين عاجبه الموقف بتاع فلان او مش موقف بتاع فلان، انت لو مت جنب واحد عشان تنقذ حياته هتلاقي اللي يلومك. فلا يمكن تقبل كو... يعني لا يمكن الناس هتجمع على ان اللي انت عملته ده شيء كويس، واحيانا عشان يتخ يعني من ممكن بعض الاشخاص اللي هو بدل ما ضميرهم على انهم قصروا او قالوا كلمه مش كويسه في حق احمد او في غيره يعني من القصص الثانيه فمن الممكن يحاول يلاقي راحته راحه الضمير بتاعته من خلال ان هو ايوه انا ما وقفتش معاه انا ما كنتش جدع ليه؟ لانه كان غلطان في كذا وكذا 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 على اي حال احنا مش هنحلل النفسيه بتاعت الناس ولكن ما حد بيقبل حد مهما عمل ومهما كان صادق فما ندورش على مين بيقول ايه سيء ودايما كاننا في حاله حرب. طبعا يعني مع كامل الاحترام لو تسمح لي بس في شخص بيقول الحريه لشريف جابر وهشام المصري. يعني ما اعرفش يعني هشام المصري باخلاقياته وبتطاوله وبقله ادبه وبتحرشه بالجميع والسفاله اللي عايش فيها والقصه المشبوهه بتاعته عفوا عفوا ميزه ميزه مش كل الناس ومش كل واحد بقى ملحد بقى كويس وبقى بني ادم ممكن يبقى مم. ارهابي صحيح مصري المصري طالع ماسك كلانشيكوف ماسك سلاح بيهددني بيه ليه؟ عشان انا عملت حلقه عن يوسف زيدان فيا في جماعه ما تخلطوش الناس كلها هو طلع منين ده؟ مين؟ هو عايش فين؟ مين؟ هشام ده عايش في مصر مم. ما عايش في مصر عشان كده ماشي بس مش كل الناس كده يعني مش واحد عشان مش عشان ترك الدين لسه مم. قاعد ارهابي لسه بيهدد الناس لسه بيتحرش بالناس تحرش هو مثلا معتوه معتوه طب انا مع انا اشفق عليك انك انت تقول كده لان هيستلمك قله ادب ليه ما هو, هو أدبه على سلامنا. كل الناس شتمني قبل كده هو شتمني قبل كده من غير ما اعمل له اي حاجه شتمني عشان بشتم السيسي تخيل شتمني قال لك ده بيشتم السيسي بيشتم سياده الرئيس هو ما تعرفش هو بيشتم الناس ليه؟ يعني انا عملت حلقه عن يوسف زيدان بناقش كتابه. امم طيب يا سيدي انا غلطان من آآ آآ قول انا غلطان في ايه في كتاب يوسف زيدان؟ لا انا جاهل يوسف زيدان عشان استقبله مش عايز اقول عشان حشش معاه عشان حشش معاه يا جماعة ما تخلطوش بين بين الناس مش للدرجة دي تبقى إيه حالة السذاجة اللي إحنا فيها دي؟ واحد بيحكي عن معاناته، واحد ما أعرفش شريف جابر، الناس المحترمة دي تروح تحط لنا الشخص ده وأنا ما كنتش حابب أتكلم معاه لأن ده مش موضوع خالص. معلش أنا آسف. هو هو على كل حال برضو هو ما فيش حد سلم منه زي ما أنت قلت كده. وبيجوا عندي في البث ويخرجوني عن شعوري برضه خلي بالك يقول لي هشام المصري بقى بشتمه فانا انا اصلا هنا مؤدب جدا عشان في قناتك لكن انا لما حد بيقول لي مثلا هشام المصري فاقول له اقول له بشتمه انا بشتمه يعني انا بشتمه لان هو شخصيه يعني طالع شخصية. يا واحد واحد احنا هنتضامن مع واحد بيقول المسيحيين الاقباط ريحتهم وحشه بيتكلم على ان هو من اصل الشريف اللي كانوا بيركبوا اجدادي بالمقلوب على الحمار وبيضربونا على افانا بيتكلم على ان احنا الاقباط المسيحيين كلهم الاقباط وهتكون انت اللي لان الراجل الاسيس بينام مع مراته يا جماعه لو انتم مش متابعين ما ترموش اسماء كده هو ما تخلطوش العاطل في الباطل عيب كده عيب عيب مم. مم. شخصيه حقيقيه انا بقول لكم برضه هنا من من مكاني هذا يعني ده شخصيه ما... شخصية سيئة جدا 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 وكان بيجوا في التعليقات برضو يقولوا هشام برضو قلت لهم ارحموني برضو الأخ اللي بيقول لك أنت اللي شهرته ده تامر بيقول لك أنت اللي شهرته يا أرنست هل ده حقيقي أنت اللي شهرته؟ يبقى منك اللي هو كان اللي هو. معروف وبعد كده هو ناس كتيرة بتكتب لي استضيف هشام طبعا هو أسلوبه أنا ما يعجبنيش لكن أنا مش بصادر على أسلوب أي حد كل واحد حر يتكلم بالطريقه اللي هو مرتاح ليها طلع بعد كده لقيته مع جورج بول، صديقي العزيز والغالي جورج بول، فعملت تعليق فهو راح قال في التعليق وكنت الحاجات دي متسجله، قال الاستاذ ارنست ويليام وانا متابع كل اللي بيقوله، والاستاذ ارنست ويليام من الناس المهذبين والكلام ده كله، وما يقلقش لو عايز يستضيفني انا ببقى محترم مع المحترمين ومش هطلع الفاظ خارجه والكلام ده كله، وانا ما اعرفوش كويس، فعلا طلعته معايا لان انا كل واحد مسؤول عن عن الفاظه يعني انا مش مسؤول ويعني وانا ما عنديش حته المفروض نتكلم كده وما نتكلمش كده والكلام ده كله انا تهمني الافكار في النهايه ففعلا طلع معايا بس بعد كده هو كان منتظر ان بعد ما اعرفش هو مره واحده اختفى طلع قال ان انا راح اختفي مع امن الدوله آه. وده شيء غريب القصه نفسها فيها ولكن ومع ذلك عملنا فيديو تضامن معه مع الاستاذ الجميل واستاذي الكبير سعيد شعيب الراجل المحترم ده ومع صديق الغالي مؤمن سلام تضامن معاه لان في احتمال انه يكون مظلوم وان احنا في النهايه مع حريه التعبير والراي بصرف النظر عن ان في احتمال ان القصه دي مش راكبه وانا مش ندمان عليها وسبتها على قناتي لكن الحاجات الثانيه اللي عملت معاه شلتها هو طلع كان منتظر ان هو يبقى امير جماعه اللادينيين مثلا وان ما اعرفش كان منتظر ايه بدا يتحرش بالكل ابتداء من الاستاذ سعيد شعيب بحمد عبد الصمد بايمن عجمي بمعرفش بمين بالاستاذه الكبيره والاخت الجميله دولا راوس لانها يبدو ان هي يعني اعترضت على ان هو مطلع يعني بوستات مليانه بقى بشكل وحش مش عاجبه وان انا غبي ومش بعرف اتكلم و... و... معا... وجاهل معاه دبلوم واحد كان كاتب ان ده هو بيقول ان معاه دبلوم فبيمسكني انا بتاع الدبلوم ال... 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 الاقرع الزمي اصلي اصله وفصله أه... حاجات قله ادب بعيده كل البعد عشان ايه عشان ايه الموضوع يا جماعه زعلان مني ليه انا ما كنتش متخيل لما بيكتب لي قال عشان قلت على الاستاذ يوسف زيدان الشيخ يوسف زيدان وانتقدت كتاب اللاهوت العربي طب اللاهوت العربي كتاب تافه اه بالضبط عنه يدل على انك انت مستواك تافه. يوسف زيدان بيعيب على كل المثقفين ان هم بيعرصوا اسف في التعبير. ما لقيتش غير يوسف زيدان اللي دافع عنه ليه؟ عشان عنده فكر يوسف زيدان ولا عشان استقبلك في بيته وحششت معاه؟ اه لا القصه لا يا جماعه لا يا جماعه خرجتوني عن وعيي عيب كده آه. معلش يا ارنست معلش انا لا انا اسف يا استاذ جدا ليك لان الحلقه أبداً. لا لا لا, هو ده كده الناس قاعدين مش المصري الحريه للشعب المصري عملتوه بطل عشان مش قادرين تميزوا بين البني ادم اللي عنده فكر وبين ال... بين الناس معاتيد دولة مش قادرين تميزوا اخص على كده واقص على اللي بيتابعونا لو مش عارفين يميزوا لا لا مش كل الناس كده وفي ناس واخدها كده سامعه عنه وخلاص انا سمع كده وخلاص عنا اسف ليك واسف لا, لا. <applause> بس يعني المهم <applause> هو ما حد على فكره هو ما حد هو من غير ما اعمل له حاجه برضو اتكلم عليا برضو قال لك بيشتم السيسي وشتمني عشان بشتم السيسي قال لك بيشتم السيسي بيشتم هذا الرئيس يا سيدي ليك موقف يختلف معاك لكن يعني بيعادي ليه ويعني هو اللي بيقول خير في السيسي ما بيقولش خير في السيسي هو بيلخبط في كله هو ما تفهمش هو عايز ايه هو عايز يبقى كبير جماعه امير امير, أمير مؤمنين الملحدين هو قال لك بيشتم السيسي اصلا انا ما بشتمش السيسي انا ما بشتمش حد يعني ما شتمتهوش بس هو قال لك بيشتم السيسي بيتكلم عليه بطريقه غير لائقه انا بتكلم عليه انا واحد بتكلم عليك واحد واحد ظلم واحد تعا... السيسي ده عمل معايا شرور الارض كلها او النظام بتاعه انا بعبر عن اعتراضي ما في يعني ما انا حر في رايي وبعدين عمري ما قلت اللي ب... الناس اللي بتحب السيسي وحشين عمري ما قلت كده بالعكس يعني أنا عمري ما قلت إن مثلا الناس اللي ب... اللي بيحبوا السيسي وحشين بالعكس على راسي على راسي هم أحرار والله ده موقف سياسي وفي ناس شايفه انه ايه البديل عن السيسي وانا بقول كده هو واللي زعلان زعلان ايه البديل عن السيسي الاسلاميين ما فيش نظام اسوا من الاسلاميين بعد كده هو اللي مع اللي ضده ده موقف سياسي وكل واحد حر يعبر عن رايه بالطريقه اللي هو عايزها أه لكن ما فيش واحد يتبرع ان هو بيدافع عن القضيه الفلسطينيه، يدافع عن ما اعرفش ايه، كل واحد يتبرع وبالتالي يعادي الناس كلها عشان مش متفقين عليه، انت عايز ايه؟ ما ت يا حبيبي انت دل ما تقول رايك. ما تقول رايك. لكن مش الناس اللي تختلف معاك حوالين شخصيه يوسف زيدان ها؟ أه؟ يبقى امه جابته في الحرام صح انت كويس ان انت قلت كده يعني ده 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 عشان الناس تعرف اللي هي بتتابعه او كده تعرف كويس انت قلت كده ماشي <applause> صديقي العزيز احمد حرقان آه نكمل الاسبوع الجاي باقي الرحله بتاعتك وطبعا يعني اتمنى ان على اخر الشهر ده بدايته اجي زياره يلا تنورنا اكيد مع بعض هتنور آه الدنيا الله يخليك شكرا, شكرا لك صديق, صديق الغالي وشكرا لكل اللي تابعونا وانا اسف جدا على الخروج عن الموضوع لا و... لا أسف. كان ضروري كان شكرا لك صديق العزيز سلام